على السيرجيكال بوينتس عشان ما اخدش من وقتكم كتير. طبعا انا مبسوط في وجودي وسطكم وسعيد اكيد، يعني ايام سعاده ان انا في مع الكوكبه دي، ويا رب يكون ان شاء الله يوم احنا الاسعد. سعيد، وباذن الله نتقابل قريب فيس تو فيس، يعني ده الاونلاين والفيرتشوال ميتنج دي تعصبنا شويه، انما ان شاء الله نتقابل قريب باذن الله. هنتكلم على الدي دي اتش النهارده. الديفينيشنز والترمينولوجيز الحقيقه بتتغير، زي سي دي اتش الدي دي اتش، وانها مش كونجنتال، وانها كان ديفلوب ديورنج يعني الفيرست يير اوف لايف، وممكن تبريزنت ليت. فاحسن ديفينيشن يمكن الواحد توصل له بعد 25 سنه دي دي اتش، it is an anomaly that affects the hip different stages at different ages. ونلخص بيها الموضوع، يعني ما هواش حاجه واحده، ما هواش ديزيز واحد. الحقيقه ده سبيكترم اوف انوميليز، بيبتدي من اول ديسبليزيا لغايه الفرانك هاي رايدنج ديسلوكيشنز، وكان بريزنت ات بيرث، وكان بريزنت ديورينج ذا فيرست يير، وكان بريزنت ليتر اون ادوليسنس، ايفن لما الاني بقى ادوليسنت ويجي لك بالريزيديوال اسيتابولار ديسبليزيا وما يكونش اشتكى من اي حاجه قبل كده، وتفاجئ انه عنده ليت اسيتابولار ديسبليزيا او presented residual stable dysplasia. بقى اقل يعني نقدر نقول ان الديفينيشن ببساطه different stages ب different pathologies that affect the hip at different ages، عشان الموضوع يبقى مفتوح وكان encompass كل الحاجات اللي موجوده من dysplasia ل subluxation ل dislocation. نبعد خالص بقى عن teratologic dislocations عشان نلخص شويه الموضوع. teratologic dislocations ممكن يبقى موجودين في حاجات كتير قوي. arthrogrybotic neuromuscular اللي دكتور عمرو تفضل للديسلوكيشنز، برضه هو دكتور عمرو طبعا تفضل عن الفراكشرز. طبعا السي بي بيبقى عندهم الجريد 5 جي ام اف سي اس، بيبقى عندهم معظمهم بيبقى عنده ديسلوكيشنز في الهيب، ده كاتيجوري تاني خالص وده بره السكوب بتاعنا بتاع المحاضره النهارده. الانسيدنس للاسف ما عندناش في مصر ابديميولوجي، وما عندناش في مصر سكريننج كويس، ما عندناش يونيفرسال سكريننج، بس نقدر نقول ان وورلد وايد احنا بنتكلم على الانستابيليتي بتبقى 1%، وان الدي دي اتش دايجنوزس تقريبا 1 في 1000 اول اوفر. فكل 1000 طفل بيبقى عندنا طبعا منهم واحد في دي دي اتش ليفت سايد موست كومنلي افكتد. الفيميلز طبعا 5 مرات اكتر من الميلز. طيب هايلايت النورمال جروث، واحنا ايه يعني مش هنتكلم على الابنورماليتي لما نعرف النورمال. النورمال جروث بتاعنا بنقول عند الاسبوع السابع الكليفت ابييرز، الاسبوع ال11 الجوينت بيبتدي يبقى ويل فورمد، عند البيرث المفروض يكون لي ديبلي سيتد و very difficult to dislocate. ده الحقيقة a normal child. أي حاجة apart from this is an abnormal condition. The normal growth of the acetabulum بيعتمد على التراديت، بيعتمد على الاستابلر كارتلج، بيعتمد على وجود الليبرم، بيعتمد على secondary ossification centers وعلى البريوستيوم بتاع البلفيك بونز. طيب الاسيتابيلم في عنده حاجه اسمها جروس بوتنشال، يعني as long as الهيد اوف ذا فيمر از within the acetabulum يبقى انا عندي الاسيتابيلم is stimulated to grow. فبمعنى ان الهيد as long as it is deeply seated هيبقى عندي جروث الناحيه الثانيه كويس. طيب لو ده مش موجود يبقى مش هيبقى فيه جروث في الاستابيلم وهيبقى الانكلينيشن بتاعه مفتوح. طيب لو انا رجعته في الدي دي اتش ايه الاتموست او الابر ايج ليميت اللي ممكن يحصل عنده ريموديلنج؟ اختلفت الاقاويل هنا. احنا بنتكلم ان الثيوريز او احنا متفقين عاده بتوع البيدياتريك على ان الكلام من 3 لـ5 سنين، بعده عاده مش هيبقى فيه ريموديلنج. اللي انت هتحطه في العمليه هو اللي هيطلع بيه العيان وهو اللي هيفضل معاه طول عمره. يعني انا لو عملت ريدكشن لعيان عند شهر او عند سنه او عند سنتين او 3 أو حتى 4 سنين ببقى متوقع ان الاسيتابيلم كان ريموديل ولسه فيه شويه انكلينيشن هيزيد واندكس هيقل. انما لو جيت عند 6 سنين وعملت ريدكشن والاستابلر اندكس تايم مفتوح لازم الكفر انا اظبطه، لاني مش متوقع ان في لسه ريزيديوال بوتنشال جروس او لسه في سبيكترم، او ان انا متوقع ان العيان يتحسن اكتر من الريدكشن اللي عملته له. دي نقطه مهمه جدا، ان انا الجروس بوتنشال بتاع الاسيتابيلم هيقف تقريبا عند 3 أو 5 سنين، بعدها مش هيبقى عندي كوركشن. اللي انت هتحطه في العمليه هو اللي هيطلع بيه العيان وهيفضل بيه بقيه عمره. طيب الجروس اوف ذا بروكسيمال فيمر الحقيقه برضو مهم جدا. عندنا جروس بتاع الفيمرال ابيفيسس جريتر تروكانتر لسر تروكانتر، طبعا بيعتمد على الفورسز، بيعتمد على الماسل الموجوده، بيعتمد على السيركيليشن بلاد سبلاي بتاع الهيد. الايتيولوجي بتاعنا بتاع الدي دي اتش مختلف، وثيوريتكس وكلها ثيوريز نون اوف ات بروفن 100%، بس بنقول ان احنا بنحاول يعني نعرف الاسباب علشان نحاول برضو نتفادى، وبريفنشن از بيتر ذان كيور. بنقول سيندروماتيك، بنقول سكس لينكد هرمونال عشان كده موست كومنلي في الفيميلز، بريتش بريزنتيشنز ان يكون الامنيوتيك فلويد قليل او البرايمي او المصل بتاعت الابدومن تبقى قويه في البرايمي، يعني حاجات كتير ثيوريز، ولكن الحقيقه مفيش ولا واحده فيهم اثبتت انها صحيحه بنسبه 100%.
طيب ايه اللي بيعمل ابنورمال اناتومي؟ هل هو الاستابيلم ولا البروكسيمال فيمر ولا السوفت تيشو؟ الحقيقه الثلاثه. الغالب ان الناس بتقول استابيلم هو اللي بيبقى فيه ديفكت، ولكن الحقيقه الثلاثه بيبقوا ابنورمال في حالات الدي دي اتش. طيب الباثو اناتومي بيبقى بوني في الاستابيلم والبروكسيمال فيمر، وبيبقى في السوفت تيشو. السوفت تيشو طبعا بيبقى مهم جدا في الحالات اللي زي دي، وعشان كده المساله مش اكس راي. الموضوع مش ان انت تعمل اكس راي بري تلاقي المفصل ديسلوكيتد، تعمل اكس راي بوست تلاقي المفصل كويس، وهننسى خالص السوفت تيشو، وهننسى خالص الستيفنس، وهننسى خالص الكبسول، وهننسى خالص الريبير. القصه مش ذات ايزي للاسف. الاستابيلم الابنورماليتي بتاعت الاستابيلم بتخليه شالو، وبتخلي الانتي فيرجن بتاعه مختلف. سايز وايز بيبقى حجمه اصغر شويه، انتي فيرجن بتاعه بيبقى مش مظبوط وزياده شويه. الاوبننج بتاعته اللي هو الاستابيلر اندكس بتاعته بيبقى مفتوح شويه، دي الانوماليز بتاعت الاستابيلم. والكفر بتاعه طبعا بيبقى قليل. والحاجه الثانيه انه ممكن يبقى مش كونجروينت، بمعنى ان الهيد هيبقى حجمها كومباراتيفلي بالنسبه للاستابيلم يا اما اكبر كوكسا ماجنا، يا اما اصغر وفيها مشاكل في الباسكولاريتي. وفي الاثنين هل هو كفرد ولا مش كفرد بالاستابيلم؟ ده الجزء اللي احنا بندور عليه بالنسبه للاستابيلم. البروكسيمال فيمر الفيمورال هيد انتي فيرجن شكله ايه، الديك شافت انجل بتاعتنا شكلها ايه، وده برضو هنتكلم عليه. وهل هي سايز وايز فيها كوكسا ماجنا ولا لا، كوكسا بريفيا ولا لا، هل كلها قصيره نيك ولا لا. ال برضو الاب دكتورز، المسافه بين الاليا كريست والمسافه بين الجريتر تروكانتر ده مهم جدا، عشان الليفر ارم بتاع الاب دكتورز ده عندنا مهم جدا في الحالات دي، وبرضو ده لازم نبقى مركزين عليه كسوفت تيشو. انتي فيرجن انجل النورمال بتبقى 35، بتبقى انكريز ل 35 او 85 الحقيقه في الحالات اللي زي دي. النورمال طبعا انها تبقى 10 او 15 لغايه ده في الادلت، وهنقولهم برضو في شريحه بعد كده. السوفت تيشو ده مهم جدا، والحقيقه ناس كتير قوي بتهمله، وناس كتير قوي بتشوف الدي دي اتش على انه اكس راي معمول لها ريدكشن، ويتش از نوت ترو. الكير بتاع السوفت تيشو مهم جدا، الكبسول الليجمنت وبالذات ليجمنت انتيريوس ترانسفيرس استابلر ليجمنت، وده بيبقى كالسيفايد في بعض الحالات محتاج ان احنا نفتحه احيانا بالمشرط. الليبرم وده ما بنلمسوش، بس هو لو انفيرتد بنحاول نصلحه، لو اتاتشد للكبسول بنحاول نبعد الكبسول او الفولس استابلم او الفولس، نبتدي نسلك الكبسول من لاترال للبيليوم. الليجمنتس والنيرفز والمسلز زي الادكتورز هاز تو بي ريليزد، ودي برايمري ستيب في الحالات. يعني احنا ايفن بقول للشباب اول ما قبل ما نفتح انتير ابروتش او قبل ما نفتح في اي حاجه، بنفتح ميديال بنطول الادكتور لونجس وبنطول الجراسيلس قبل ما نبتدي الانتير ابروتش بتاعنا بتاع الاوبن ريدكشن او الكابسولارفي. ده بالنسبه للسوفت تيشو. وطبعا اليوسواس مصر لازم تريليز التندون عشان تسمح لك بان انت تدخل للكبسول، وعشان تمنع الاور جلاس كونستريكشن، وعشان تسمح بالايزي اكسس ودخول الهيد into the acetabulum او الكونسنتريك ريدكشن. الباثولوجي الحقيقه كتير قوي في الكبسول وفي الليجمنتس كتير قوي، وفي الليبرم وفي الفولس اسيتابيلم حاجات كتير قوي كلنا عارفينها وكلنا بنقابلها وكلنا بنشوفها انتر اوبراتيف باختلاف الفاريشن وباختلاف الديجري بتاعت الديسبليزيا اللي موجوده في الحاله. مش هنضيع فيها وقت كتير، مهم قوي نقول الاليوسوس هاز تو بي ريليزد، الادكتورز جراسيلوس لونجس هاز تو بي ريليزد، نيفر نيفر كات ذا انتير برانش اوف ذا اوبتيريتور، ونيفر كات ذا بريفيس اور ماجنوس، ليف اس تاتش، حاول تطول على قد ما تقدر، انما دايما اللونجس دايما جراسيلوس دول بنفتحهم او دول بنطولهم في الحالات بتاعه الدي دي اتش. دايجنوزس ريسك فاكتورز طبعا لازم تو بي بوت ان مايند. دايجنوز عندنا متاخر للاسف لان ما عندناش يونيفرسال سكريننج، والمعلومه الصادمه ان في اوروبا وفي المانيا وفي امريكا اللي بيعمل السونار دايناميك وستاتيك بتوع البيدياتريك اورثوبيدكس مش الراديولوجيست، وده بيبقى روتاتوري، ولازم نكون واخدين كورس عند جراف عشان نعرف نشتغل بيدياتريك اورثوبيدكس في المانيا. ودي كان يمكن زمايلنا بتوع الاشعه بيتضايقوا منها شويه، انما الحقيقه اللي بيعمل السونار في الاطفال وفي النيو بورنز بيبقى بتاع البيدياتريك اورثوبيدكس مش الراديولوجيست. طبعا بوزيتيف فاميلي هيستوري، بورن سيستر، البورن المذر او اي حد من الفاميلي فيرست ديجري عنده دي دي اتش، ده كله ريسك فاكتورز. الهايبر لاكسيتي ليجمنتس برده بيزود الانسيدنس. Associated conditions طبعا كلنا عارفين التورتيكوليس والتالبس كوانو فيروس وكالكينيو فالجس في بعض الحالات، ميتاتارسس ادكتس في بعض الحالات، برضو مش هندق كتير في الكلام ده. بوست نيتال انفايرمنت، اي حاجه بتعمل ادكشن في الهب ممكن تزود الديسلوكيشن، اي حاجه بتعمل ابدكشن اي بي دي هتحسن البوزيشن بتاع الهب. فالبوستشر السيت شير زي ما احنا شايفين مثلا، البوزيشن اللي احنا شايفينه هنا ده مش حلو على الناحيه الشمال، البوزيشن الناحيه اليمين والهيب ابدكتد ده من الحاجات الكويسه قوي، بيبقى بروبرلي سيتد وبيسمح بانه البلفس او جروس بتاعه بيبقى كويس، وبالذات لو ده ديلي يوز الام هتاخد الطفل وتوديه الحضانه. وطبعا بره لازم يبقى قاعد في الويل شير او لازم يبقى قاعد في الكار شير بتاعه، ما ينفعش يبقى قاعد على رجلنا او شايلينه، فطبعا بيقعد مده طويله الام بتسافر بيه او بتروح بيه الحضانه او بتروح بيه الشغل، فبالتالي لازم يكون بروبرلي سيتد علشان ما يديش سبلكسيشن او ما يعملش ابنورمال جروس. كلينيكال فايندينجز طبعا كلكم اساتذه وكلكم عارفين الكلام، والحقيقه حتى الشباب بتوعنا الحمد لله بداوا يبقوا في كلينيك الحمد لله ممتازين، البارلو والاورتولاني كلنا حافظينهم،
واحد بيميمك الريدكشن والتاني بيميمك الديسلوكيشن. يبقى البارلو تيست يعني هو بتاعنا بتاع الديسلوكيشن، الاورتولاني تيست هو اللي زي الريدكشن، الاثنين دول بيبين لي الهيب ستيبل ولا ان ستيبل في نيو بورنز ويتعمل جنتلي ومش بينفول. ولو لقيت ابنورمال كليك، ابنورمال ساوند، ابنورمال سنسيشن، ابنورمال فيلينج تحت ايديك اتس موبايل، يبقى ده برضو بوزيتيف داتا، وعلى طول سونار عشان نعرف الجريدز وعشان نعرف الكلاسيفيكيشن بتاعتنا. كبر الطفل شويه دخلنا في الانفانسي، يبقى عندنا الجاليازي ساين، عندنا ليميتد ابدكشن ويتش از شورست ساين، ودي انا بحبها جدا. ده ليميتد ابدكشن از شورست ساين بالذات في الانفانس، ان انت واحده تلاقيها بتفتح كويس قوي، الهيب فليكسد، النيز فليكسد، واحده هتفتح معاك كويس قوي، الثانيه هتبقى ليميتد ابدكشن، ده شور ساين. واكزامن وان هيب ات ا تايم، نيفر ان انت تكزامن بوث هيبس ات ذا سيم تايم، عشان برضو الكلام يبقى مظبوط قوي. يبقى ليميتد ابدكشن وان اوف ذا موست ريلايبل ساينز ان مانجمنت اور سوري ان دايجنوزيس اوف دي دي اتش. جاليازي ساين اتس اولسو بوزيتيف سجستيف بات از نوت اكسكلوسيف، لانها ببساطه ممكن تبقى موجوده مثلا في حالات الكونجنيتال شورت فيمر. جلوتيال فولز سجستيف اولسو سجستيف، لازم برضو يعني الارم، بس الحقيقه ما هياش برضو دايجنوستيك، لان ده موجود الابنورمال سايد فولز او ابنورمال فات ديستريبيوشن كتير في الفيميلز الحقيقه، فدي مش شور ساين اوف ديسلوكيشن. كلاسيك ساين نفس الكلام، وده في الديسلوكيشن ايفن في الادلتس، وفي الكوكسا وفي الكوكسا يعني فارا بيبقى بوزيتيف برضو، بس في الديسلوكيشن في الانفانتس بنعتبره برضو دايجنوستيك ان هو الارم ساين، وتبتدي تبص على الهيب بالراديولوجي. الووكينج طبعا القصه بتختلف خلاص، الوادلينج والتلت بتاع البلفس والوايد برينيوم، الكلام ده كله بيبقى طبعا دايجنوستيك بشكل واضح جدا بالذات في البايلاترال كيسز، الشورتنينج، الاسيمتري، الاكزاجريتد لامبر لوردوزس، كل الكلام ده بيبقى واضح في الحالات اول ما الطفل يبتدي يمشي، الدايجنوست بيبقى سو ايفيدنت، وي كان نيفر ميس ا تشايلد وذ بايلاترال ديستوكيشن اوف ذا هيب. ليت بريزنتنج استابل ديسبليز، دي الحقيقه انا بحبها لان دلوقتي للاسف يعني احنا في حالات كتير قوي بتعدي، يمكن كانت سبلكسيشن، يمكن ده مش ما خدتش النورمال هيستوري بتاعها، يمكن كانت مينيمالي ديسلوكيتد، يمكن كانت ديسلوكيتد وريديوسد بس مش كونسنتريكلي ريديوسد، يمكن كانت ديسلوكيتد وتعمل لها كلوز ريدكشن فما ادتنيش النتيجه اللي انا عايزها. ديت بتديني بعد كده ليت بريزنتنج اسيتابيلو ديسبليزيا، او اللي بنسميه ليت اسيتابيلو ديسبليزيا او ريزيديوال اسيتابيلو ديسبليزيا، دي مهمه جدا، ودي بتبريزنت عاده ليت، وعاده في ادوليسنس، وعاده ببين او فاتيج، وده اللي بيحتاج تدخل بعد كده، وعاده بيبقى تدخل جراحي. طيب انهو بينفول، هو حالات الدي دي اتش بينفول؟ لا، هو حالات الحقيقه دي دي اتش لو كومبليت ديسلوكيشن، لو المفصل مخلوع تماما وما عنديش فولس اسيتابيلم، لا اتس نوت بينفول الحقيقه. الطفل بيمشي وهم بيقول لك احنا قلنا ده بيعرج، وديناه للدكتور، وممكن يكون الدكتور مزد منه لانه مش يعني مش سبيشالست او مش كونسلتنت في الحته بتاعت البيدياتريكس او مثلا جنرال، وقال له لا خلاص ده في عوجه شويه وهناخد كالسيوم وبيديكال وبي دروب والكلام الحلو ده، وده بيحصل كتير للاسف. وبيبقى بينفول امتى؟ بيبقى بينفول لو في فولس اسيتابيلم، وبيبقى بينفول احيانا في السبلكسيشن، انما الحقيقه الفرانك هاي رايدنج ديسلوكيشنز ويزاوت ا فولس اسيتابيلم اتس نوت بينفول، وعشان كده مش كل الحالات بتشتكي بين، ومش كل الحالات بيبقى بريزنتد ببين في الاسيتابيلم. السكريننج وان اوف ذا موست امبورتنت ساينز، وان اوف ذا موست امبورتنت تولز اللي انت المفروض بتكون بتعملها، لانها بتحمينا من حاجات كتير قوي، وبتبعدنا كتير قوي عن الجراحه، وبريفنشن از اولويز بيتر ذان كيور. كل النيونيتس شود بي اكزامينت باي التراسونوجرافي، سبيشالي لما يبقى عندي ريسك ساينز، وده الحقيقه بيتعمل روتين بره، وده كورس بناخده في المانيا مع بروفيسور جراف اللي هو ستيل في نفس المكان، والابريفييتد ده تبقى عارف الابريفييتد جراف، وتبقى عارف اللي هو اللونج، ويبقى دايما كارت في جيبك، احنا مش بنحفظ ارقام، احنا بنحطه في جيبنا، واحنا اللي بنعمل السونار ستاتيك اند دايناميك، والدايناميك هو الاعلى، مش الستاتيك سونوجرافي بيبقى الاعلى، لان انت بتكزامن الهيب وانت بتعمل اكزامينيشن، وانت بتحرك الهيب جوه وبره بالبارلو او الاورتولاني تيست، بتعمل السونار تحطه لاترال، بيبين لك الهيب بتطلع ولا لا، لان انت ممكن تاخده ستاتيك يكون المفصل جوه بس هو ديستكتابل بيطلع. فببساطه انت لو خدت وان فيو مش شرط ان ده كونكلوسيف، لو هو بره اه دايجنوستيك، لو هو جوه وديسلوكيتابل اتس نوت دايجنوستيك، بيبقى هنا الدايناميك التراسونوجرافي هو الاعلى، والسونار از 100% دايجنوستيك في الحالات اللي زي دي. طيب طبعا السونار مفيش كلام، السونار نمبر 1. الالفا انجل ريبريزنت البون، البيتا انجل ريبريزنت الكارتليج. فببساطه كل ما البون زاد، كل ما البون كفر زاد، يبقى كل ما الهيد بقى ديبلي سيتد، كل ما البيتا انجل زادت، كل ما الكارتليج زاد، كل ما الهيد بقى ديسلوكيتد. يعني نقدر نقول ان كل ما الزاويه زادت عن 60 ببساطه شديده، يبقى انا عندي الهيد ويل ديبلي سيتد، وكل ما البيتا انجل زادت يبقى انا عندي الكفر بتاعي مش كويس، وداخل في سبلكسيشن او في ديسلوكيشن. مش بنحفظ الالفا ريبريزنتس البون،
البيتا ريبريزنتس الكارتلج، الكلام سهل خالص. البايسكتور لاين اللي احنا شايفينه ده بيفصل الاليوم، بيبقى ماشي مع الاليوم، بيحدد الالفا بتاعت البون والبيتا بتاعت الكارتلج او بتاعت الليبرم او بتاعت الكبسول. الكلام سيمبل جدا، تقدر تعمله مره واحده، لو شفته مره وحد بيعمله قدامك يو نيفر ميس ات، هيبقى دايجنوستيك وممكن كلنا نعرف نعمله، لانه الحقيقه احنا بنعمله احسن كتير من الراديولوجي. نفس الكلام البايسكتور لاين، الابريفييتد فورم جراف كلاسيفيكيشن اوف دي دي اتش، امتى نورمال امتى اب نورمال، امتى ديلي ديسيفيكيشن، امتى لاترالايزد، امتى ديسلوكيتد او ان ميجربل انجلز. اكس رايز لما خلاص الطفل بدا يمشي، خلاص بنبتدي نعمل اكس راي، او انا حاسس ان في نيوكليس، النيوكليس مش هتبين لي قوي الدنيا، او انا مش عارف اعمل السونار، او بدا الطفل يمشي، بعتمد على البينكس راي. عاده بيبقى الكلام ده بعد سن سنه. قبل سن سنه delayed appearance of the civic nucleus is one of the signs of DDH، فعاده السونار is valuable and solid لغايه سن سنه. بعد السنه ببتدي استخدم البلين في الاي بي والفون روزن فيو عشان يديني الدياجنوزس، وكلنا عارفين ازاي بنعملهم طبعا، ان اللاين باسنج البايسكتور لاين بتاع الشافت بتاع الفيمر ميكانيكال او اناتوميكال اكسس از ذا سيم. هنقول الاناتوميك اكسس بتاع الفيمر بيطلع عاده ميسنج او تارجت ناحيه، بيبقى ناحيه وهو 45 درجه، بيبقى ناحيه التراي راديت كارتلج او الليبرم الكورتكس او السورسل بتاع الاستابلم، لو بره يبقى ديسلوكيتد ببساطه شديده. يعني اللاينز بتاعت الاكس راي كلنا برضه عارفينها. في عندنا التونس كلاسيفيكيشن، ده الكلاسيفيكيشن القديم بتاعنا اللي احنا كلنا كنا بنعتمد عليه يمكن لغايه قريب قوي. جريد 1 و2 و3 و4 بنقسمها 4 كوادرنتس، البيركنز لاينز فيرتيكال، واحد تاني ترانسفيرس عند الابر بوردر بتاع الاستابيلم. بس الحقيقه التونس ما عادش بيستخدم قوي، فحبيت اشارك معاكم النهارده الاي اتش دي اي كلاسيفيكيشن ده احسن الحقيقه. ليه؟ لانه قسم لي الكوادرنت اللي احنا شايفينه اللور اوتر كوادرنت اتقسم لاثنين، ويتعمل مش عند الابر بوردر بتاع الاستابيلم، لا اتعمل عند الهيلينج لاينر لاين واللاترال بيركنز لاين عمودي عليه، وتقسم بقى الميديال لوب. ميديال لوب لما تبقى السبيك نيوكليس حتى مش موجوده، بنحط نقطه على السنتر بتاع الميتافيسس اللي هو المفروض المكان بتاع البيز بتاعت الهيد او المكان اللي فيه الهيد، حتى لو الاوسيفيك نيوكليس مش ظاهره، ده جريد 1. لو اتنقل لللور اوتر كوادرنت يبقى ده جريد 2. بس هنا بنقسمه بقى 45 درجه عشان نقول ان ده اتقسم لجريد 2 وجريد 3. الاثنين 2 و 3 بقوا في الحته دي تحت الهيلينج لاينر لاين، الاثنين دول 2 و 3 والاثنين دول جريدز اوف ذا كلاسيفيكيشن. وده الحقيقه فيري هيلبفول وفيري فيري ريلايبل بالنسبه لنا، لان انا اقول الهيد قريبه ولا الهيد بعيده عشان هتبقى ريديوسابل ولا لا، وهتساعدني كمان في المانجمنت بعد كده. لو طلع فوق الهيلينج لاينر لاين ده جريد 4، خلاص يبقى ده حتى لو السيفت نيوكليس بتاعتي مش موجوده، مش لازم اقول ان انا لازم استخدم الجراف كلاسيفيكيشن. الاي اتش دي اي كلاسيفيكيشن از مور يوزفول مور ريلايبل، وبالحقيقه بيساعدنا كتير، وده من الحاجات الكويسه اللي احنا بدينا نستخدمها حاليا. ديت اللاينز بتاعتنا كلنا عارفينها مش هنضيع فيها وقت كتير. استابلر اندكس بنقول انه الداتا اللي ناخدها من السلايد دي ان الديسلوكيتد او ديسبلاستيك هيبس اكتر من 30 درجه، يبقى الاستابلر اندكس بتاعي المفروض في نيو بورن بيبقى 27 درجه، عند 6 شهور بيبقى 23 درجه، بالمفروض انه بيوصل 20 درجه. 20 درجه عند سن سنتين، نحفظ دي، يبقى عند سن سنتين المفروض يبقى 20 درجه. طب الاستابلر اندكس لو زاد عن 30 درجه، احنا المفروض بنقول نورمال لغايه 20، لو زاد عن 30 خلاص لا انا دخلت الديسبليزيا، حتى لو مش ديسلوكيتد وحتى لو الهيد شكلها لوكس ان ات از ديسبلاستيك، مش شرط تكون ديسلوكيتد، بس ستيل الجروس بتاع الاستابلر بتاعي مش حلو، يبقى السلايد دي اهم حاجه فيها ال 30 درجه بتاع الاستابلر اندكس، مينز ان احنا دخلنا في ديسبليزيا. الاستابلر اندكس الاستابلر خلاص ده واحد من الحاجات. عندنا بقى استابلر انجلز، الاستابلر انجلز عندنا طبعا انكلينيشن انجل وعندنا انتي فيرجن انجل. انتي فيرجن انجل ببساطه هو باصص لقدام، الانكلينيشن انجل المفروض انها الزاويه بتاعتنا بتاعت العضله بتبقى تقريبا 45 درجه، اللي هي بتديني غطا كويس قوي. النورمال انها بتوصل انكلين انتي فيرجن بتبقى بسبع درجات في نيو بورن، 17 درجه انتي فيرتد، يعني الاستابلر باصص لقدام، باصص لقدام سبع درجات نيو بورن، 17 في الادلت. الانكلينيشن انجل الزاويه بتاعتي انكلايند يعني مايل ببساطه، بيبقى نورمالي 15 او 19 درجه عن 3 سنين، 30 او 50 درجه اللي احنا بنقول عليها ال 45 درجه اللي احنا بنستخدمها في الارثوبلاستي في الكب، ان احنا نحط الكب بتاعنا 45 درجه ده اللي احنا بنستخدمه في الادلت. في الاطفال الحقيقه هي بتبقى 15 او 19 درجه عن 3 سنين اللي هو اقل كتير من الادلت. تمام. الفيبر انجل سنتر ايدج انجل ديت برضو من الحاجات المهمه قوي، بس الحقيقه بنستخدمها بعد سن 3 بعد سن 6 سنين مش 3 سنين، دي بنستخدمها يعني ايه نقدر نقول متاخر شويه، لازم يكون اوريدي الهيد اوسيفايد علشان اعرف اقول السنتر اوف ذا هيد واقدر اقيس منه. والنورمال بتاعنا ان احنا بنبقى اكتر من 20 درجه من 6 سنين، من 6 ل 13 سنه، وعند اكتر من 13 سنه المفروض ان هي بتوصل ل 25 درجه.
بدلوها وقالوا ان في واحده تانية في السن الصغير عشان نبقى نعرف نستخدمها برضو في الريسيرش وفي الرسائل، بنقول الاو اي انجل، يعني عندنا السنتر ايدج انجل وعندنا الاوسيفيك نيوكليس ايدج انجل، برضو بناخد السنتر بتاع الاوسيفيك نيوكليس بنعمل نفس الكلام، بنقول نفس الداتا بس بدل السي اي انجل بنقول او اي انجل او اوسيفيك نيوكليس ايدج انجل، عشان برضو الريسيرش عشان نعرف نعمل نقول هي ديسلوكيتد مش ديسلوكيتد، شكلها حلو شكلها وحش، الفولو اب بتاع الاكس رايز والحالات دي كلها it has to be followed up all the cases لغاية the skeletal maturity عشان ده الضامن الوحيد اللي بيقول premature osteoarthritis ولا لا، والsuccess rate بتاعك بتاع الحالات شكله ايه. ده مهم قوي، مش بس الاكس راي البوست اوب ومش بس الاميديات بوست، ده مهم قوي بالنسبة لنا. اوكي الارثروجرافي الحقيقة من التولز اللي انا بحب استخدمها جدا، وبالذات لو هعمل كروز ريدكشن، ولازم يبقى جاهز عندك في العمليات في اي وقت. وخلي بالنا ان في بعض الاطفال بي عندهم سنسيتيفيتي، يبقى لازم ده يبقى في الثياتر، ولازم يبقى ده اللي عندي اللي بيديه مع يعني واقف جنبي بتاع التخدير وبقول ان انا بحقن داي، الكونسنتريشن بتاعها لازم يكون معروف، اليوروجرافين او الحاجات اللي احنا بنستخدمها لازم تكون برضو دايلوتد بدرجه معينه، وبيدوا هم ستيرويدز وبيدوا حاجات بحيث انهم يبقوا جاهزين ان لو في مثلا شوك او هايبر سنسيتيفيتي من الداي بيبقوا واخدين بالهم طول الانستيزيا الحيوي، بيبقوا صاحيين معانا مع كل حالات الكروز ريدكشن. بنحب نستخدم الارثروجرافي لانه فيري فيري يوسفول تول في الكلوز ريدكشن، بيقول لي الاوبستكلز، بيقول لي الليبرم شكله ايه، الكبسول اخبارنا ايه، الابيفيسز ماشي ازاي، الحقيقه من فيري فيري يوسفول تول. الناتشرال هيستوري بتاع الانديجنوزد دي دي اتش، واحد يحصل سبونتينيوس ريدكشن، اثنين ريديوسد هيب ديسبلاستيك استابلن، يبقى ريديوس بس الاستابلن بتاعنا مش حلو، ثلاثه بريزيستنت سبلكسيشن تفضل معلقه لا هي بره ولا هي جوه، اربعه بريزيستنت ديسلوكيشن خلاص بره وانتهت القصه. ده الاوبشنز. تريتمنت اوبشنز الحقيقه عندنا كتير قوي. ريجيد سبلينتس انا ويل نيفر ريكومند لانها بتعمل اي في ان بنسبه عاليه قوي، وده ايفيدنس بيسد وده بروفد اليومين دول، ما عدناش بنستخدم الريجيد سبلينتس الحقيقه خالص. بابليك هارنس ده من الحاجات المهمه جدا ومن الحاجات اللي فيري يوسفول، وده لغايه النهارده سوليد وطبعا له رول قوي جدا في ريدكشن. كلوز ريدكشن سبايك كاست لو فيلد بابليك هارنس بندخل على كلوز ريدكشن في اندر، ده برضو اندر ايمج وبرضو بيبقى معايا ارثروجرافي في معظم الحالات. الدكتور تونوتومي مع كلوز ريدكشن لو ما رجعتش او مش بترجع بعمل الدكتور تونوتومي وبعمل كلوز ريدكشن، لو ما رجعتش بعمل ميديال ابروتش واقدر اعمل منه الايليوسوس واقدر افتح منه الكبسول، والكلام ده برضو بيبقى سن 6 شهور او 7 شهور. فيمرال سيوتومي وفيمرال شورتنينج وفارس دي روتيشن والكلام اللطيف ده. دخلنا بقى في اوستيوتوميز، يبقى احنا السن كبر يبقى الهيب مش راضيه تنزل، يبقى بنتكلم مثلا في سنتين او ثلاث سنين. كل الفيمرال سيوتومي بنتكلم فوق سنتين، مفيش فيمرال سيوتومي تحت سنتين. طب هل انا بعمل دي روتيشن او هل انا بعمل فارايزيشن للبروكسيمال فيمر او بعمل في دي او؟ لا الحقيقه في معظم الحالات ات از ريرلي يوزد، يعني انا الكلام ده يمكن لما بديت زمان قوي كنت بعمله، بس الحقيقه لقيت انه في كومبليكيشن فيه كتير وبيحصل بوستيرو ديسلوكيشن مع حالات كتير مع سنجل كات، بيبقى شكله في الاكس راي البلين كويس، بنعمل سنجل كات سي تي بنلاقيها ديسلوكيتد بوستيرور من الدي روتيشن اللي احنا عملناه، فبطلنا الحقيقه نعمل فارايزيشن وبطلنا نعمل بنسبه كبيره جدا الدي روتيشن انليس ات از انتي فيرتد اكتر من 60 درجه، ودي انا عمري ما شفتها يمكن في 25 سنه انها انتي فيرتد اكتر من 60 درجه. فطبعا بطلنا الكلام ده. فيمرال شورتنينج طبعا اذا ماست في الحالات الكبيره عشان اقلل التنشن وعشان ما يحصلش اي في ان بعد الريدكشن، وعشان يبقى في تلسكوبنج بعد ما الهيد تبقى ريديوس يسمح بان الهيد يبقى فيها تلسكوبنج تسمح 2 3 مللي اندر، يعني تحت عينيك كده تشوفها مش اندر تنشن عشان ما تبقاش ديستوكيتابل او بتنط، ده مهم جدا بالنسبه لنا. بلفيك اوستيوتوميز حدث ولا حرج، مجموعه كبيره هنتكلم ان بريف على معظم البوينتس اللي فيها. يبقى تريتمنت اوبشنز عندنا كل اللي احنا شايفينه ده، القصه هنستخدم ايه؟ هو ده السؤال. مش كل الحاجات تنفع لكل الناس، لازم نبقى فاهمين ده. الديسيجن ات از نوت ذات سمبل، بس الحقيقه الليرنينج كيرف بيبان والاكسبيرينس في الحالات اللي زي دي الحقيقه بتبان، وده مهم جدا. واهم حاجه نقول ان الدياجنوزس والديسيجنز ار ماتش مور امبورتنت ذان ذا انسيجنز، يبقى الديسيجنز ار امبورتنت ذان انسيجنز، اقرر هعمل ايه، اهم مليون مره هفتح ازاي. طيب التايمينج الحقيقه برضو مهم قوي، يعني كل ما كان العيان اصغر ده طبعا رول احنا عارفينه، ذا يانجر ذا بيشنت ذا بيتر ذا بروجنوزس، فيفربل مينز ان العيالات تبقى اكسلنت او جود، يبقى انا بتكلم في سن صغير، بنتكلم في سن كبير يبقى ندخل في مشاكل. سن كبير 3 سنين 4 سنين 5 سنين، كل ما السن يكبر كل ما تتعقد الامور، وكل ما هيبقى اللي بيشتغل لازم يكون فيري افيشنت، وبالذات في البايلاترال كيسز لان دي برده لسه عليها كلام ولسه فيها ديبيت وهنقول عليها حاجه صغيره. كل ما كبر العيان كل ما كبرت الكومبليكيشن، وكل ما تبقى انت لازم تبقى بريسايز، ولازم اللي بيعمل ناحيه اليمين هو اللي بيعمل ناحيه الشمال، الكلام كل ما بنكبر كل ما المشاكل تزيد. فالدياجنوزيس ايرلي مهم، والفيرست سيرجري هي الجولدن سيرجري، فارجوكم الريفيرال للسبيشالست او الكونسلتنت مهم قوي، مش بجرب في عيان، تخيل لو ابنك يو دو ذا بيست لو انت ريفيرد هيم تو ذا سبيشالست، الحاجه دي مهمه جدا برضو. طيب الباثولوجي كل موضوع انت بتريفرس الباثولوجي، طيب الاستابلم
ريموديلنج او ري اورينت ماشي الريموديل لو هي سن صغير يعني 3 سنين 4 سنين سنتين ما فيش عندي مشكله عندي ريموديلنج بوتنشال هيتغير. طب 5 سنين لا مش هيبقى عندي ريموديلنج 6 سنين ما عنديش ريموديلنج. الفيمر نفس الكلام ات ريموديل اند ريكوركت اولسو بس برضو الابر ايج ليميت بنتكلم في 4 او 5 سنين بعد كده ات ويل ستاي اس ساتش. كل السوفت تيشو هاز تو بي دان الادكتورز هاز تو بي لينثند الكبسول هاز تو بي ريبيرد الاليسوز هاز تو بي برضو لينثند. الكلام ده كله مهم جدا ان انا تو ريفرس الباثولوجي عشان اوصل للايه البروبر التريتمنت وبالتالي ادي البيست ريزلت بالنسبه للعيان. اقل من 6 شهور هنطلع بقى بدايه الكلام ان انا بحط البابليك هارنس. الحقيقه بابليك هارنس ده بستخدمه كتير جدا. الريجيد سبلينتس اي نيفر يوز بيرسونالي اي نيفر يوز الريجيد سبلينتس وفي المانيا كانت كوندمد لانها الحقيقه بتعمل اي في ان بنسبه عاليه جدا. فاحنا بنستخدم البابليك هارنس وبرده ما بنستخدمش الدايفرز 2 3 دايفرز. الكلام ده برده اوبسوليت ما فيش حاجه اسمها ان انا بعمل ريدكشن هيب 2 3 دايفرز. برده المده بتاعه الكونزرفاتيف تريتمنت قد ايه وهل امتى ابورت وامتى اقول لا خلاص البابليك مش هيشتغل وامتى اكونفرت للكلوز ريدكشن واحاول ان انا اعملها كلوز ريدكشن اندر انسيزيا وامتى ابتدي اتدخل. وده برده كلام مهم. البابليك مهم قوي ان هو بيعمل فليكشن وبيعمل ابدكشن ان ترايل انه يدخل الهيد يحاول يدخل الهيد او يرجعها مكانها ببساطه شديده. بنستخدمه اسبوعين او ثلاثه لو بعد اربع اسابيع البابليك هارنس مش ريديوس بالسونار ابورت التكنيك واقلب على طول للكلوز ريدكشن. لو بعد اربع اسابيع لقيته يعني اسبوعين ثلاثه انت بتعمل سونار ممكن بعد اسبوعين او بعد ثلاث اسابيع او بعد اربع اسابيع. دي مدارس برضو يعني المانيا كانوا غير النمسا كانوا غير فرنسا كانوا غير امريكا كل واحد في مدرسه بس الكل بيتفق ان احنا بعد اربع اسابيع او بعد شهر الماكسيمم في اكتر الناس تسامحا بعد سته اسابيع يعني شهر ونص البابليك هارنس از نوت يوزفل او نوت ريديوس ذا ابيفس از نوت ريديوس وذن ذا سيبلم يو هاف تو ابورت ذا تكنيك وتسويتش على طول للكلوز ريدكشن. انما العادي الحقيقه في المانيا كنا بعد اربع اسابيع بس بنكونفرت للميثود اللي بعديها. دبل وتريبل دايفرز قلنا خلاص مش افكتيف. كونترا انديكيشنز لو جوينت ستيفنس تراتولوجيك ما بيستخدمش خالص طبعا. ليجامنت سلاكستي مالوش اي لازمه. اليوزد فور 2 3 ويكس ده الكلام اللي احنا متفقين عليه ولسه قايلينه حالا. ولو سمحت لو ما جابش ريدكشن ولو ما عملش كونسنتريك ريدكشن ابورت ستوب على طول وقف ممنوع ان انا اكمل عشان بروتكشن الباسكولاريتي بتاعه الابيفيسز وعشان ما تدخلش في اي في ان وسيكولي الحاجات انا مش عايز اشوفها. بابليك هارنس ديزيز طبعا فيمورال هيد دامج استابلر كفرج انجري الكارتج بيحصل بي انجري والريست جروس وبيحصل عندي مشاكل كتير جدا. فبليز ثلاث اسابيع مور ذان انف لو هو هيدي نتيجه بعد كده بننقل على طول للكلوز ريدكشن. طيب اكتر من 6 شهور بقى طب انا عايز اتعامل مع العيان او انا هضطر اتدخل على كارت. احنا بنحب نقول على كارت يعني ايه؟ يعني مفيش عيان زي التاني. في ناس بتقول احنا كل العيانين من 6 شهور ل 9 شهور مثلا هنعمل لهم ميديال ابروتش. انا اسف اتس نوت ترو. كل العيانين من 9 شهور لسنه هعمل لهم كلوز ريدكشن. انا اسف اتس نوت ترو. كل العيانين من 0 ل 12 هعمل لهم بابليك هارنس اتس نوت ترو. انت بتمشي على كارت بمعنى ان انت بتحاول تريفرس الباثولوجي وبتحاول ان انت تو مينيمايز البروبلمز اللي موجوده وان انت تدي احسن تريتمنت وتدي احسن موداليتي اوف تريتمنت للعيان بتاعك باختلاف فروق العيانين. لان في بعض العيانين احنا لقينا بعض العيانين للباي لاترال they never respond the same. يعني الرايت هيب is totally different from the left hip within the same patient. ف you cannot compare one patient just for the age. ان انا اقول ان ده خلاص لا يبقى الايج ده كله هيمشي كذا. لا الحقيقه احنا بندي بابليك هارنس once diagnosed بابليك فيلد يبقى بندخل في كلوز ريدكشن. كلوز ريدكشن ما جابش معايا وانا جوه اوضه العمليات ما بطلعش وانا جوه اوضه العمليات بكونفرت على طول للميديال ابروتش. طبعا كل الكلام ده لما بنتكلم قبل سنه بعد سن السنه لو ما لو انا في ترايل للكلوز ريدكشن بعمل ادكتور توناتومي ما جابش معايا بدخل على طول اعمل انتيرو ابروتش. لازم تبقى جاهز بالخطوه اللي بعدها مش دخل عيان وتجرب وبعدين نشوف هتنفع ولا مش هتنفع. الحقيقه ده برده مش اسلوب كويس. فطبعا الاكارت هو ده اللي احنا بنعمله في الدي دي اتش دلوقتي ان انت بتبقى جاهز بكل التولز وتوظف التولز بتاعتك في خدمه العيان عشان نوصل باذن الله لاحسن نتيجه. كلوز ريدكشن طبعا سي ارم لازم يكون عندي ارثوجرام لازم ادكتور توناتومي في حالات كتير قوي. بيرفكت ريدكشن والسبايكه بتبقى 3 شهور وده تورتشر يعني انت بتعذب الناس لمده 3 شهور. لو النتيجه مش كويسه هتبقى انت بليمد فور لايف لان العيان هيقعد 3 شهور في سبايكه كاست. الحقيقه في سن 6 شهور او في 5 شهور او في سن 9 شهور بيبقى عذاب للطفل وللام. ده برده مهم جدا الحقيقه نبقى برده عاملينه واثقين ان النتيجه 100% مظبوطه عشان يديني اللي انا عايزه وما اضطرش ان انا بعد الثلاث شهور اقول لهم لا انا اسف انا هضطر ادخل وافتح. النتيجه ما بتبقاش مرضيه طبعا لانك هترجع تحطه ثاني في جبس. فبليز تيك كير كلوز ريدكشن انليس كونسنتريكلي ريديوسد وستيبل والرينج بتاعي كويس والسيف زونز بتاعتي كويسه بليز دونت دو ات. يبقى كلوز ريدكشن برده مش لكل الحالات وتحت سن سنه. كلوز ريدكشن احنا قلنا بقى دي سلايد مهمه قوي على كلوز ريدكشن. نقول ان افتر سكسسفول كلوز ريدكشن عندنا 85% من البيشنتس شوف الرقم
85% of patients need secondary surgical intervention, وده في 2013. وفي 2014 بون اند جوينت، يعني 85% من الحالات اللي انا عملت لها سكسسفول كلوزد ريدكشن بتحتاج بعد كده عمليات للاسيتابيلم، بعد كده ان انا اعمل بلفيك اوستيوتوميز. والحقيقه ده رقم مرعب، فالحقيقه ده ما عدناش بنستخدمه خالص بعد سن مثلا سنه. يبقى كلوزد ريدكشن عندي الماكسيمم اللي انا بحاول اعمله بعد سنه. الجريء فينا بيدخل الكونسلتنتس بيدخل يعمله مثلا لغايه سنه او سنه ونص، بعد سنه ونص لا الحقيقه ما بنعملش كلوزد ريدكشن. وبعد سنه عاده انا شخصيا بيرسونالي بعد 25 سنه بعمل بعد سنه على طول بفتح انتيرو، ما بعملش كلوز ريدكشن. فرصته عندي لو ما عنديش ليجامنتس لاكستي، ولو بنتكلم على حاله ايديوباثيك احنا بنتكلم على كلوز ريدكشن لغايه سن سنه، بعد كده انتيرو ابروتش. الهاندلنج بتاع السوفت تيشو الحقيقه مهم قوي. انت لازم تبقى فاهم ان في حاجات عامله مشاكل وهي اللي منع الريدكشن بتاع الهيد وانها تدخل في مكانها. فلازم ابقى عارف بي اتنشن تو ذا كبسول، وبالذات الانفيرو كبسول، بي اتنشن تو ذا ليبرم، pay attention to the transverse acetabular ligament, pay attention to the ligamentum teres, pay attention to the adductors. لان انا شفت ناس بقى، انا عملت ريفيجنز كتير في حياتي الحقيقه، يمكن 70% من حالاتي بتبقى ريفيجنز، 30% بتبقى برايمي كيسز او الحالات اللي هي فيرجن كيسز. الحقيقه شفت حالات معمول لها اوبن ريدكشنز ومش معمول ادكت تنوتومي، which is not sense. يعني انت عملت دخلت عملت الصعب وسبت السهل وسببت ريدكشن وسببت ريدوسلوكيشن، لانك ببساطه ما مشيتش بيزك وما مشيتش باي ذا بوك. فامشي باي ذا بوك هتلاقي الكلام اسهل بكتير. Muscle contractions has to be addressed well and before ان انت تطلع وتطلع من الاتلانت، متاكد ان كل حاجه عندك concentric reduced والhip stable more or less. Inverted limbus ligament anteriors سواء طويل او hypertrophy او حتى مش موجود. Interposed iliopsoas طبعا has to be released. البولفنر لازم يتشال. Capsular constrictions بالذات الانفير كبسول. Transverse stabilizer ligament وحين بيبقى calcified لازم يتفتح عشان يحولها ليو شيب horseshoe shape. الاستابلم عشان يفتح عشان يسمح بدخول الهيد، ما يبقاش very small space لا يسمح بدخول الهيد within the استابلم. السوفت تيشوز خلاص مش هنتكلم عنها كتير. اتكلمنا عن الحاجات الاوبن ريدكشنز، طبعا عندنا الميديال ابروتش، عندنا الانتير ابروتش، وعندنا الفيمرال استيوتوميز. هنقول برضو هينس صغيره، مش هنتكلم كتير في الحته دي علشان برضو نقول اوبريتيف تريكس، لان انا عارف ان انا اي باس تايم طبعا. يوجوالي الميديال ابروتش بيفور ووكينج ايج، يعني قبل سنه ميديال ابروتش عاده، قبل الووكينج بنبتدي نستخدم الميديال ابروتش. والميديال ابروتش على فكره برضه ليرنينج اكسبيرينس، يعني ما تفتكرش ان انا هروح ادخل اعمله هيبقى سهل، لا الحقيقه الميديال ابروتش مش سهل وممكن يحصل منه بليدنج يخليك ما تشوفش حاجه. ميزته ان انا اي ديدنت تاكل الانتير ابروتش، يعني بس انا سبت الانتير ابروتش اعرف استخدم منه بعد كده بلفيك استوتوميز لو انا عايز. عيبه ان انا ما عملتش كابسولوجرافي، فانا عملت ريدكشن، شلت البولفنر تيشو، ليجامنت بتقدر تشيله من تحت، الادكتور تقدر تريليز من تحت، انما ما عملتش كابسولوجرافي. فده يعني لازم يبقى الويل اكسبيرينس عشان يعرف يعمل كونسنتريك ريدكشن من غير ما يعمل كابسولوجرافي، تبقى الهيد ستيبل وكونسنتريك ريدكشن. ده ميزته وده عيبه كميديال ابروتش. بيتعمل عاده قبل السنه، ما بيتعملش طبعا بعد السنه. انتير ابروتش بعد السنه على طول بنفتح. ده الويند بتاعنا السوبرفيشال لاترال كيتينس نيرف اوف ذا ثاي، ده المارك بتاعنا بتاع الانسيجن، ده اللي بندخل منه اللاند مارك بتاعنا بين التنسور سارتوريوس انترفال. بنعلق السارتوريوس عاده، انا اي لايك تو كات ات، يعني انا ما بحبش ان انا ميديالايز او لاترالايز، انا بحب اشوف الاكسبوجر، بحب اشوف الكبسول كويس عشان اعرف اعمل ريبير كويس، لان الكبسولوجرافي عندي انا هو ذا سنجل موست امبورتنت ستيب في الحالات بتاعه الاوبن ريدكشن. فالحقيقه الكبسولوجرافي لازم يبقى فيري تايت، والكبسوله بتاعي لازم يبقى كويس جدا تو مينتين ذا هيد وذن ذا سيتابلم. فالحقيقه انا بشيل السارتوريوس بعمل لها تاجنج سوتشر ستي سوتشر، وبقوم جاي اقطعها كومبليتلي عشان افتح كويس. بعديها الستريت هيد بتاعه الريكتس برضه بنعمل لها نفس الكلام، وبعد كده بدخل ميديال. الكبسول اكسبوجر بتاع الكبسول ميديال ولاترال وسوبيريور وانفيرور، دي انا بقول لهم في العمليات ان دي اهم خطوه في العمليات. يبقى انا لازم امشي مع الكبسول ميديال لغايه ما اوصل للسوس تندون، واعمل ريليز للسوس تندون، وبوصل بالحقيقه لغايه السوبيريور بيبي كريمس. انا باخد السوتشرز بتاعتي، ده الموديفيكيشن اللي احنا عاملينه، وده الكبسولوجرافي اللي انا نشرته الحمد لله، ان الكبسولوجرافي بتاعنا بيتاخد في البري اوستيوم بتاع السوبيريور بيبي كريمس. باخد احيانا في البون، لانه في السن ده لما بدخل ابره rounded في الحته بتاعه السوبيريور بيبي كريمس انت اكشلي بتدخل في البون اتسلف. فباخد اربعه سوتشرز ميديان ببساطه شديده، بعدين بعمل الكبسولوتومي بتاعي، بدخل ميديال زي ما قلنا لغايه السوبيريور بيبي كريمس، بدخل لاترالي لغايه الابدكتورز، والانترفال بين الابدكتورز وبين الكبسول لازم تتفتح كويس عشان اعرف اخيط. سوبيريورلي بجيب النك، انفيريورلي بجيب الانفير كبسول والنك تحت، وبوصل لغايه الفيسل، وتيك كير ان السيركمفلكس بيبقى في الحته دي فما تعوروش، والبليدنج معناها ان انت قطعت واحد من البرانشات بتاع السيركمفلكس فيمورال. بندخل ميديال، خدنا السوتشرز بتاعتنا، بنعمل ريليز للابوفيسس سواء سبليتنج او ريفلكتنج الابوفيسس لو انا عامل بلفيك اوستيوتومي. فتحنا الكبسول جاست ما بعملش، على فكره برضو دي من النقط المهمه قوي، ان انا الكبسولوتومي بتاعي ستريت لاين، ما بعملش التي، ما بعملش الاتش، الموضوع مش معقد خالص، الموضوع ان انا سمبليسيتي از ذا رول. انا بعمل
بارلل للاسيتابلم تقريبا سنتي لاترال للايدج بتاع الاسيتابلم بقى جاي ستريت جاست ستريت لاين جاست ستريت لاين مفيش تي مفيش ال مفيش الكلام اللطيف ده ومنه ببتدي اعمل ادخل للهيد اطلعها زي ما احنا شايفين ستريت لاين مفيش لا تي ولا ميديال ولا لاترال ولا الكلام اللطيف ده والكوادرنت زي ما متقسمه في حاجات كتير جاست ستريت لاين الغرز الميديال بتاعتي زي ما احنا شايفينها باينه في الوند بمسكه بكخر وببتدي اسلك الهيد وببتدي اشوف الليجامنتم لو موجود السوتشرز بتاعتي معدينها ميديال لو انتم شايفين الميديال سوتشرز اربعه باخدهم ببرلين او بايثي بوند ان انا ابزوربر السوتشرز ببساطه وبنعديهم وبعدين بنسيب الاليوسواس تريح على البريم خلاص يبقى انا مش محتاج ادخل ميديال تاني السوتشرز دي الحقيقه انا بقدر ارفع الهيمي بلفس واقدر ارفع الطفل كله منها تو تيست الاستابيليتي بتاعت السوتشرز بتاعتك وبعد كده بنعديها من الكبسول لاترال فار سوبيريور لاترال الايدج بتاعنا زي ما انتم شايفين في الرسمه تحت البوتوم بتاع البيج بنعمل بنعدي السوتشرز بتاعتنا ببساطه وبعدين بنبتدي نخيطهم ادي السوتشرز 1 2 3 4 جايين من الميديال وادي الكبسول ستريت لاين بمسك كوخر كويس وبعدين ببتدي اعدي السوتشرز من الكبسول فار لاترال سوبيريور لاترال كوادرنت واحده بواحده كده وكل واحده اعديها ما اربطش اعديهم وامسكهم موسكيتوز ولا حاجه وبعد كده بعد ما اتاكد من الكونسنتريك ريدكشن بعمل ابدكشن انترنال روتيشن وابتدي اخيطهم مره واحده وده الموديفيكيشن اللي احنا عملناه بيبقى عندي فري فلاب في معظم الحالات لو الكبسول ريدندنت باخد الفري فلاب دي اقدر اخد فيها سكندري سوتشرز واخيطها تاني لو عندي سبيس او انا حاسس ان في ديفكت او الهيد كانت فوق هاي رايدنج ونزلتها تحت اقدر اعمل سكندري فلاب او سكندري سوتشر لاير ده الموديفيكيشن اللي احنا عملناه واتنشر الحمد لله باسم الله. البلفيك استوتوميز انترا اوبرتيف ديسيجن او بري اوبرتيف ديسيجن الحقيقه الاثنين صح. الانترا اوبرتيف ديسيجن انا بشوف الديفكت فين احنا كنا زمان فاكرين ان الدي دي اتش كله عباره عن انترولاترال ديفكت لا الدي دي اتش ممكن يبقى انتيرير ممكن يبقى جلوبال ممكن يبقى بوستيريور ديفكت ده موجود في حالات كتير مش بس في السي بي دي دي اتش هاز ا بوستيريور ديفكت في بعض الحالات دي دي اتش هاز ا جلوبال ديفكت في بعض الحالات دي دي اتش هاز ان انتيرير لاترال ديفكت في موست اوف ذا كيسز فلازم نبقى فاهمين دي ده انترا اوبرتيف صح وده بري اوبرتيف برضه صح لو انا عملت سي تي هشوفه لو انا عملت ام ار اي هشوفه وبالذات كل ما يكبر الطفل كل ما السي تي يبقى مور ريلايبل كل ما يصغر الطفل كل ما الام ار اي يبقى مور ريلايبل لان هيطلع لي الليبرم هيطلع لي كارتليج which is not evident في الحالات بتاعه السي تي والسي تي وال3 دي طبعا ده من الموداليتيز اللي بتبقى لطيفه جدا في الشغل بعد كده. طيب كوركشن اوف ستابل ديسبليزيا عندنا حاجات كتير قوي نقدر نقسم الاستوتوميز ان هول از هول ريدايركشنال حاجات بتغير الاتجاه بس بتحافظ على الفوليوم يعني انا غيرت الاتجاه بس الفوليوم هو اوجمنتيشن بتزود السايز يبقى انا كبرت حجم الاستابلم او ريدايركشن اللي هو فوليوم ريديوسينج يبقى انا هنا الكلاسيفيكيشن دي معموله على حسب حجم الاستابلم هل حجم الاستابلم زي ما هو يبقى انا عملت ريدايركشن بس انا حركته بس طب ايه اللي بيمثله المجموعه ده سولتر اللي هو سنجل ساذرلاند دبل انومينيت اوستيوتومي او تريبل انومينيت اوستيوتومي زي تونس وستيل وجانز دول الثلاثه بيغيروا اتجاه الاستابلم من غير ما يغيروا حجمه طيب ايه اللي بيكبر حجم الاستابلم الاوجمنتيشن اوستيوتوميز اللي هي الشلف والكير والاثنين سالفج ما عدا دلوقتي بنقول ان الشلف في بعض الناس بيقولوا الفايبرو كارتليج بيستخدم كاوجمنتيشن لما يبقى عندي كوكسا ماجنا اي كان اوجمنت بفايبرو كارتليج مس بكارتليج فستيل ات از ا سالفج لو ريديوسبل ولو ريديوسبل وحجم الهيد كوكسا ماجنا وده برده مع الاي في ان او مع الكومبليكيشنز في الريفيجنز تقدر تزود بايه بالشلف طيب الريدكشن ان انا بقلل السايز في عندي اوستيوتوميز بتقلل السايز اللي هم معروفين قوي البمبرتون والديجا ودول موست كوملي يوزد ناو دايز الحقيقه الديجا بالذات والسان دييجو دي من اكتر الحاجات اللي بتستخدم دلوقتي فيري فيري بوبولار وفيري فيري افيشنت الحقيقه بينفعنا لانه بدا يموديوليت بيديني اتحكم زي ما انا عايز اي كفر ديفكت انتيرير ديفكت لاترال ديفكت بوستيرير الديجا بيديني ان انا اعرف اموديفاي الكفر بتاعي زي ما انا عايز عشان كده اتس هاير ذان سولتر سولتر انتيرير مينلي ملوش دعوه خالص بوستيرير ديفكت يبقى انا بستخدم الديجا عشان استخدم انتيرير او لاترال او بوستيرير ديفكت عشان اقدر اتحكم في الكفر بتاعي قد ايه تو مين تايبس افيلبل استابلم بستخدم الهيلان كارتليج او كرييت ا نيو استابلم ذا فايبر كارتليج في السيلف وكاري زي ما احنا لسه قايلين حالا بلفيك استيوتوميز ريدايركشنال ريشيبنج اور سالفج خلاص سيمبلي احنا عارفين طبعا السولتر بيبقى شكله ايه كومبليت كات بيقطع الاليوم بس وبعدين بشد انترولاترال هنجز على السيمس بيبس وبعدين بثبت بوايرز ات كفرز انتيرير لاترال كفرز انتيرير لاترال لازم يكون السيمفس بتاعي مفتوح ببساطه شديده طيب وزيه زي ساذرلاند اللي هو بيعمل تو استيوتوميز وزيه زي الجانزا والتريبل خلاص قفل بقى فهبتدي الف كله هلفه كله الاستابلم زي التريبل انومينيت استيوتوميز ودي امثلتها كتير وبرده عندنا منها امثله كتير الريدايركشنال استيوتوميز بتاعنا المعروف قوي البمبرتون بيدخل من قدام دايركتد للترايراديت كارتليج بسيور لم ده اللي بنسميه البمبرتون او بيدخل من اللاترال دايركتد للميديال او دايركتد للسياتيك نوتش ده اللي بنسميه الديجا وده الموست كومن يوز ناو ديز دول الاثنين اللي في الصوره اللي قدامنا طيب السلف
والميدياليزيشن اللي هو الكياري، وكمان اللي احنا بنقول عليه اللي هو التكتوبلاستي، ان انا بجيب الاوتر تيبل بتاعت الكريست بفتحها وبحط تحتيها جراف. ده ما استخدمش قوي، انا عملته في المانيا يمكن مره او مرتين في حالات سالفج برضو، كان سنهم كبير الحقيقه، بس الريزلت بتاعته مش حلو قوي فما انصحش بيه. السيلف والكياري الاثنين بنستخدمهم لو سالفج الحاله ديسلوكيتد وريديوسبل وسنهم كبير، او لو في كوكسا ماجنا بعد حاله ريفيجن وانت عندك مشكله في ان في ان ماتشنج او مش كونجروينت، ده حجمه كبير قوي الاستبلم از فيري ديفيشنت ومش عايز اعمل او مش عارف اعمل او ما عنديش امكانيه ان انا اعمل ريدايركشن، حجمه ستيل صغير، بعمل على طول الشلف باوجمنت بفايبرو كارتليج، ستيل بيزود لي الفوليوم بس ستيل ادز فايبرو كارتليج اند نوت كارتليج، وذاتس واي اتس كونسيدرد في معظم الليتريتشر على انها سالفج وليست برايمري اوستيوتوميز. طيب تو بي تيكن ان كونسيدريشن سن الطفل قد ايه، احنا عندنا الباثولوجي ايه، هل هو سبلكسيشن ولا ديسلوكيشن ولا هاي رايدنج ديسلوكيشن، الاوبستكلز بريفنتنج ريدكشن، البايلاترال ده موضوع لوحده، يعني انا ممكن ادخل يونيلاترال كيسز، اليونيلاترال ديسلوكيشنز انا احنا عاملين يونيلاترال ديسلوكيشنز انا بيرسونالي 18 سنه ستيل ا يونيلاترال ديسلوكيشن ان ات از ريديوسبل وريديوسد، ورجعنا عملنا لها لينثنج ليتر اون، وده ريكورد لوحده ان احنا عندنا فوق ال 10 سنين عندنا مثلا حوالي 15 او 20 حاله، ده مش موجود في الليتريتشر. فاحنا بنعمل ريدكشن يونيلاترال قلبنا جامد وبندخل بنعرف نعمل ريدكشن وبنعرف نعمل بيلفيك سيمي كويس، خلاص كل ما بتكبر كل ما الليمتيك بتاعك بيعلى، انما البايلاترال لا الحقيقه قلبنا ما بيجيبناش قوي. ليه؟ لازم يبقوا ايدنتيكال ولازم الاثنين ما يبقوش ستيف ولازم الاثنين يبقوا فانكشنال، فانت بتجيب واحد بينلس موبايل هيب هتحوله يا اما بينفول هيب يا اما ما هواش ماتشد واحده مختلفه عن الثانيه يا اما في ديسكريبنسي لم لينث يا اما يا اما يا اما، فالحالات الحقيقه بتبقى يعني انت بتبقى داخل وعلى اعصابك، ولازم اللي يعمل اليمين هو اللي يعمل الشمال، ولازم يعملوا بنفس التكنيك والموست ذا سيم، وعاده الهيبس بتبقى رايت غير الليفت والباثولوجيز بتبقى رايت غير الليفت، فعاده الريزلتس ما بتبقاش ساتسفاينج، وذاتس واي الابر ايج ليميت بتاعي انا شخصيا في البايلاترال كيسز هو 6 سنين او 7 سنين، وانا اي دونت دير ان انا ادخل في اكتر من كده لان الريزلتس ما بتبقاش الحقيقه زي ما انا عايز، وانليس ان انت هتدي له ادد فاليو الحقيقه ما بدخلش او ما بحبش ان انا اتدخل بالذات في البايلاترال كيسز. ده بالنسبه لنا مهم قوي. Problems of management عندك حاجات كتير قوي بقى الحقيقه، اللي هي الكومبليكيشنز ببساطه، مش عارف اعمل ريدكشن يعني it is irreducible. تيراتولوجيك ده موضوع تاني، هنبقى انا بتكلم على الحالات اللي هي الايديو بس، حالات فيها ريفيجنز اتعملت كذا مره في المسل ستيف، الكبسول ملزقه، الهيد فيها مشاكل، في اي في ان الاستبلم ستيل مش فورمد، ففي عندنا مشاكل كتير قوي. انت كل الموضوع اللي انت عايز توصل لاب تو نورمال هيب او اب تو نورمال جروس عشان تقلل الانستنس بتاع البريماتيور اوستيوسايتس، وبالتالي تمنع الارثوبلاستي ليتر اون او اتليست تاجله او تديله بونستوك يعرف يشتغل عليه، ده المينيمم ريكويرمنتس او المينيمم بتاعتنا بتاعه الريدكشن بتاعه الدي دي اتش. اوبتينينج ريدكشن حط في بالك دايما السوفت تيشو لازم تبقى واخد بالك منه. حالات كتير بقى احنا عندنا الـ يعني طبعا احنا عندنا اكس رايز وعندنا الحمد لله حالات كتير جدا اوبن ريدكشنز، بس انا عايز اجيب هنتس على حاجات معينه الحقيقه شفتها في الشغل بتاعنا. فيبرال سيوتومي ما بنعملش فيبرايزيشن وما بنعملش خالص دي روتيشن، ريرلي يوز زي ما انتم شايفين في السلايدز. كنت زمان يمكن في بدايه الموضوع كنت بلاقي الانتي فيرجن زياده بعمل فيبرايزيشن. حاله اول حاله حصل فيها لقيتها بعد سنجل كات سي تي لقيتها بوستيريو ديسلوكيتد، الحقيقه فكرت كتير ورجعت تاني للتريتشر ورجعت السينيورز الجماعه اللي كنت شغال معاهم المانيا وفرانس جريل وكذا حد وبروفيسور جراف طبعا وناس كتير، الحقيقه لقينا لا ان احنا ما بنعملش خالص دي روتيشن، بطلنا الدي روتيشن ما بنعملش فيرايزيشن عشان الترند لينبرج بوزيتيف، وعشان بعد كده الشورتنج اللي بيعمله الفيرايزيشن بتاع الفيمر، لان احنا عاده ما بيبقاش عندنا فالجويد فيمر في الحالات بتاعه الدي دي اتش. الفاينل ايم زي ما قلنا كونسنتريك ريدكشن، والفاينل ايم بتاعنا برده نورمال جروث بتاع الاستبلم بتاع الهيب، الاوينج نورمال جروث بتاع الاستبلم والهيب، ده اللي انا عايزه، ده التارجت. بنحاول كلنا طول الوقت ان احنا نوصل لالجوريزم اوف تريتمنت، ان انا لو جالي عيان هعمل له ايه، وبالتالي ببتدي اشوف سنه ايه، الديجري اوف ديسلوكيشن سبلكسيشن ولا ديسلوكيشن ولا هاي رايدنج ديسلوكيشن، هل التراي ريديت مفتوح ولا لا، ريديوسبل ولا لا، السوفت تيشو بتاعي اخباره ايه، يعني دي باسيك ولا تراتولوجيك، حاجات كتير قوي يتوقف عليها الالجوريزم اوف تريتمنت. التيبلز دي هتبقى موجوده معانا في المحاضره ممكن نراجع عليها كلنا، وتقدر تكلاسيفاي العيان بتاعك ماشي ولا لا، محتاج بلفيك اوستيوتومي ولا لا، امتى اعمل شورتنج مش امتى اعمل شورتنج، الحقيقه مش هاخد فيها كتير لان يعني دي محتاجه محاضره لوحدها. الاستبلر اوستيوتوميز اتقسمت ببساطه من سنه ونص لست سنين على حسب كونسنتريك ريدكشن اتشيفد ولا مش اتشيفد، نفس الكلام من ست سنين لغايه السكيتال ماتيوريتي كونسنتريك ريدكشن اتشيفد مع نورمال استبلم ولا مع سمول استبلم، السكيتال ماتيوريتي كونسنتريك ريدكشن اتشيفد
ولا عندي سمول اسيتابيلم برضو نفس الكلام. ده اللي بيقول لي وات تايب اوف استيتومي از بروبر فور ذيس ايج. ببساطه يبقى في السن الصغير لغايه سن 6 سنين اقدر استخدم ديجا، اقدر استخدم سولتر. لو لارج استابلم بستخدم ديجا لانه هيصغر، اتفقنا ان احنا الديجا والبيمبرتون بيصغروا، فلو هو حجمه كبير انا ممكن اصغره ما عنديش مشكله. طب لو هو حجمه نورمال او صغير فانا بستخدم سولتر لو الكفر انتيرير. طب لو هو لاترال، لو هو بوستيرير بستخدم ديجا برضو هستخدم ديجا برضو الحقيقه. طب انا استخدمت ديجا ولقيت ان هو اوريدي ما كانش كان نورمال واستخدمت ديجا صغرته، بقت الهيد مش ماتش وحجمها صغير، هعمل بارايزيشن مضطرا. انما الحقيقه ما بحبش اعمل، انما ممكن لو انا لقيت ان الكفر بتاعي بعد الديجا مش حلو، لان احنا اليومين دول بنستخدم ديجا كتير قوي، فده واحد من برضه الايه الاكسبشنز اللي بنستخدمها. 6 سنين سكيتال ماتوريتي، السولتر او الستيل او التريبل نومينت، لو انا عندي النورمال سابلم بعمل له ريدايركشن، لو انا عندي حجمه صغير بعمل الشلف او بعمل الكياري وده سالفج وما بيعتبرش حلو قوي. بعد سكيتال ماتوريتي تريبل نومينت طبعا، والكياري استراتيجي من الحاجات اللي بنستخدمها كتير. البروكسيمال فيمورال جروث ديستربنس من الكومبليكيشنز، ريكرنت ديسلوكيشنز، فولس ريدكشن بعد السي تي بتلاقيه بوستيريور ديسلوكيتد في حالات، ريزيدوال سيرو ديسبليزيا ده البعبع بتاعنا حاليا بعد الانفكشن. يعني احنا زمان كنا بنخاف من الانفكشن والاي في ان وان يدخل في سيبتك، الحقيقه دلوقتي البعبع بتاعنا بعد ما الحمد لله الليرنينج كيرف بتاعنا زاد وبقينا دلوقتي ما عندناش الحمد لله نسبه انفكشن خالص، بقينا بنتكلم عن الريزيدوال ستيبل ديسيزي هو مشكلتنا الكبرى حتى الان. دونت ووك اواي فروم ذا بروبلم تراي تو سولف ات، يعني ما تدارش ظهرك، هو هيفضل البعبع ده شغال معاك على طول، فانت هتواجه البعبع يعني ايه نلاقي الشر ولا ان انت تهرب منه، فنحل المشكله ما نلفش حواليها. بروكسيمال فيمورال جروث ديستربنس بيحصل كتير قوي، لان للاسف انه بيوصل ل 70%، وما كناش عاملين الرقم ده، ما كناش عاملين حسابنا انه ممكن يوصل للرقم ده. 73% في الاوبريتد كيس بي عندهم مشاكل في الحالات بتاعه الجروث ديستربنس بروكسيمال فيمر. سولتر وكلامشي قسموها، هنقولها دي حلوه قوي برضه. سولتر كلاسيفيكيشن، دي الكلاسيفيكيشن القديمه مش عايز ادخل فيها، انا عايز اقول كلامشي كلاسيفيكيشن. جريد 1 تشينج افكتنج سيفك نيوكليس، جريد 2 lateral physeal damage، grade 3 central physeal damage، grade 4 total damage بتاع الابيفيسس. ببساطه بيقول على حسب المشكله في الفيمر حصلت فين ودخلت في بالجس او في فارس، هو ده ببساطه، او total دخلت في كوكسا بريفيا بيقول على اساسه المشكله حصلت فين في الفيمر. ودي امثله، كوكسا فالجا اللي هو التايب 2 الهيد اديتنا فالجس نكشفت انجل، او كوكسا بريفيا central physeal arrest تايب 3، دي امثله. recurrent dislocations improper technique never دي مهمه قوي. اوبريت اون ستيف هيب، يعني انت جالك عيان عامل ريفيجن وعايز تعمل له عمليه، لازم تستنى لغايه ما يعمل علاج طبيعي، مش اول ما يفك الجبس وبعدين بعدها بشهرين ثلاثه اقول له هعمل له عمليه، غلط. هستنى لغايه ما يفك الجبس، وبعد ما يفك الجبس يبتدي يبقى توتالي نورمال والمجال الحركه بتاعه يتحسن تماما، ممكن اعمل له عمليه قبل كده، هتدخل في مشكله. ويل نيفر تريت ذا بيشنت، ويل نيفر توصل للي انت عايزه. واولويز كونسيدر ريفيرال، لانه الحقيقه بينقذنا احنا كلنا من حالات كتير. وربنا يديله الصحه دكتور يحيى طراف، يجب ذكره استاذي، ويمكن احد معلمين الاوائل، يمكن قبل ما اسافر، حتى من قبل ما اسافر بره اتعلمت على دي كتير، وكنت في القصر العيني معاه الحقيقه، من الناس اللي انا بعتز بان انا يعني من تلامذته، ومن الناس اللي علمني امسك مشرط وان انا اشتغل دي دي اتش، يمكن اول واحد انا اشتغلت دي دي اتش في مصر. فهو الريفيرال بتاعي، وانا بكل فخر بقول ان انا كنت لغايه قريب، وحاليا الحقيقه هو اللي بيبعت لي للاسف يعني، يعني بدا هو اللي يبعت لي. ربنا يديله الصحه يا رب ويجازيه عنا خير بامر الله وكل اساتذتنا باذنك يا رب. فيلد ريدكشن، انا هكتب ارتكل مخصوص عن الواير ده، كوندمد واير. انا يعني الواير ده لما بشوف الحقيقه بتنرفز، يعني الواير ده معناه ان انت ما عملتش كابسولوجرافي، الواير ده معناه ان انت مش واثق من الريدكشن بتاعك. انا عمري ما حطيت الواير ده في حياتي. احنا دلوقتي الحمد لله عدينا يعني رقم ضخم جدا في الاوبن ريدكشنز في مصر وبره مصر، عمري ما عملت الواير ده. If you put this wire that means you are not sure that you have reduced the hip concentrically and it's not concentrically reduced and that means it's not efficient and the patient's at risk of dislocation. فبليز دونت بوت ذس واير. If you are going to put this wire, refer the patient for his own sake. دي بيبر حبيت اوريها اشير بس معاكم كده، ان الواير اللي احنا حاطينه ده مايجريتد في الاستابلم ودخل في الانترا بيلفيك ودخل الحمد لله عدى الناحيه الثانيه، جاست ريبورت كيس ريبورت عدى بالعرض، جاست ان هو يعني كان محطوط في الهيد، دخل طبعا غير بقى الدمج اللي بيعمله في الكارتلج، غير الدمج اللي بيعمله في الهيد، غير الاي بي ان، غير الانفكشن، غير الكلام اللطيف ده. ده واير دخل الناحيه الثانيه بالعرض كيس ريبورت برده، يعني ده الحقيقه مش لوجيك ان احنا نستخدم الكلام ده في 2020. البوست اوب سي تي من الحاجات الفاليبل جدا، بيديني فكره عن الريدكشن. والسنجل كات سي تي من الحاجات المهمه جدا بالذات في السن الصغير. الزيدر السيبلر ديسبليز ده البعبع بتاعنا حاليا له حلول كتير قوي. البايلاترال ديستيكيشنز ابر ايج ليميت ليا انا شخصيا 6 سنين او 7 سنين ماكس، ما بدخلش بعد كده. طبعا في ناس قلبها بيبقى اكبر من كده، بيلفيك سبورت ستيتمز از ان اوبشن بالذات في الادوليسنس، او لو مش بينفول خالص بسيبه ما عنديش مشاكل، يشتغل على الفولس استابلم ليتر اون.
تراتولوجيك هيب موضوع تاني مالناش علاقه بيه. البوستو بروتوكول واحد ونص سبايكا وبعدين هاي اباف ني بترانسفيرس بار ويرلي رينج اوف موشن، ودايما الستفنس بيكسبكتد بعد سنه انه يتحسن مش قبل سنه ان يوصل لفور رينج. كيس سيناريوز عندنا حاجات كتير، لاترال ديسابلكسد او ديسلوكيتد، نفس الكلام هاي رايدنج ديسلوكيشن، هاي رايدنج ديسلوكيشن. هنا حبيت اوري ده بس ده العمل الاستوتومي، عمل الاستوتومي في الترو استابلم، يعني هو عمل الكات بتاعه في الترو استابلم. وفي حاجات تانية أسوأ كمان من كده كتير، ان هو ممكن الاستوتومي بتاعك ببساطه مش بس ده، طبعا لما تبقى ماشي كلاسيك بايلاترال سولتر استوتومي وبايلاترال فيمورال شورتنج ده 4 سنين، دي حاله ريزيدوال استابل ديسبليزيا كانت عامله ريفيجن قبل كده مرتين او ثلاثه، عملنا لها تريبل انومينيت استوتومي جانسبري استابلر. دي حاجات برده من الرسائل الجديده عندنا، وعندنا شباب معانا دكتور عبد الله ندى برده من الناس اللي معانا في التيم الحمد لله دلوقتي رسالته على الموضوع ده، ودي برده الحمد لله من الحاجات اللي احنا بنعملها كتير في المجموعه بتاعتنا البري استابلر الجانسبري استابلر استوتومي. والحمد لله الليرنينج كيرف بتاع المجموعه برده فيه بيزيد، فايتس دوبل زي ما احنا شايفين الكفر بتاعنا سنتر انجل بيتحسن، انت بتعمل ري اورينتيشن بتغير الدايركشن خالص بتاع الاستابلم، هي من الحاجات اللطيفه جدا. الاستوتومي هنا معمول برده في الترو استابلم، فهو بوظ الليبرم خالص وحط لك جرافت جوه الاستابلم، ده ايرودد الهيد ويرودد الاستابلم، دي وان اوف ذا ورست كيسز اف ايفر سين يعني الحقيقه. بابليكيشن از فيري امبورتنت الحقيقه، ده بيقول احنا مين واحنا فين، واحنا الحمد لله نشرنا في التشيلدرن اوف سوبيدكس والجي بي او والجي بي جي اس بريتش، فالحمد لله الكلام سوليد وايفيدنس بيزد، وكل ما نمشي كلاسيك اكتر كل ما يبقى الداتا بتاعتنا سوليد اكتر. انا بفتخر ان انا عضو في المجموعه دي الحقيقه، هو يمكن انا اكبرهم سنا بس هم اكبر مني كتير، حقيقة معظمهم الحمد لله مقاما علما. دي مجموعتي، مجموعه عظام الاطفال في طنطا، وده التيم بتاعنا الحمد لله بتاع المانيا. It is always team work. It's not and was not and will never be a one man show. هو الحقيقه لازم يبقى تيم ورك، ولازم يبقى فاهمين ان هو الفيزيوثيرابي بيكملك، وان الدكاتره بتوعك وان الحكيمات بتوعك لو مش افيشنت هيبوظوا لك العمليه. It is always team work. فالفضل كله في كل اللي احنا قدمناه يرجع للتيم بتاعي، للبيدياتريك كونسرفيتيف جروب في طنطا والمجموعه الالمانيه اللي كنت شغال معاها، وكل اساتذتنا الافاضل اللي اتعلمت على ايديهم. بشكركم واسف ان انا طولت عليكم، ومعلش اعذروني بس انا مبسوط ان انا موجود معاكم وسهرتكم سهره يعني جميله شويه. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد بي، وشكرا على المحاضره الاكثر من رائعه اللي حضرتك جمعتنا فيها دي دي اتش وكل ما يقال على دي دي اتش وخبرات حضرتك. ففعلا المحاضره فعلا بجد والله يا ربنا يبارك في حضرتك. انا بس ليا سؤال بسيط بس كده. حالات الدي اتش اللي هي العاديه يعني اسال حضرتك بس على الرهان على اللي هو الاستابل، يعني انا كان في دكتور انا قريتها ان هو يعني ممكن انا بعمل اوفر ريدكشن حالات الدي اتش، بعمل اوفر ريدكشن اب تو 1.5 year وما بقاش يعمل استابل خالص على اساس ان هو الريموردنج بيعتمد بالاساس على الكونسنت ريدكشن بتاع الاي اتش. مظبوط صحيح. لا ده ممكن حضرتك لغايه سنتين وسنتين ونص لو انا لقيت السيف زون بتاعتي كويس، مش بس سنه ونص. انا لو ريديوسد كويس ولقيت ان الكفر بتاعي كويس وماشي حلو وان انا السيف زون وانا ماسك الكبسول، بس احنا بعد ما بنعمل ريدكشن بنعمل ايه؟ بنمسك الكبسول بكخرز وبنشدها شويه وبنبتدي كانها كبسولوجرافي، يعني بمسك باثنين كخر كده وزقهم ميديم وابتدي احرك الهب واشوفها بتتحرك في مجال حركه قد ايه. لو الحقيقه لقيت ان السيف زون بتاعتي كبيره ما بعملش بلفيك اوستيوتومي. انا عاده ما بدخلش بلفيك اوستيوتومي انا شخصيا الا بعد سنتين مش سنه ونص. اي ريرلي بيرفورم بلفيك اوستيوتومي عن سنه ونص، ريرلي بيرفورم بلفيك اوستيوتومي عن سنه ونص، سنتين او سنتين ونص كمان. لان اولا الاليوم بيبقى فيري ثين، فانت هتعمل كات سولتر ازاي؟ وهتحط جرافت منين؟ وهتجيب كات في اللاترال اليوم عشان تعمل ديجا ازاي؟ هو الكلام الحقيقي برضو يبقى رياليستيك او يعني كلام لوجيك. احنا كل ما الطفل بيكبر كل ما الستوك بتاع البون بيزيد وكل ما الاليوم حجمه بيكبر شويه، انما عشان اشتغل على الشل ارفع من العظمه بتاعه الفرخه الحقيقي بيبقى صعب قوي ان انا اعمل بيلفيك اوستيوتومي في سنه ونص. فانا شخصيا عن سنتين او سنتين ونص، لان انا بعتمد على الريموديلنج ساعتك زي ما تفضلت لغايه 4 سنين و5 سنين عندي استابل ريموديلنج، حتى الانتي فيرجن بيتصلح وحتى الفيمورال انتي فيرجن بيتصلح والاستابل انتي فيرجن بيتصلح بالانتي فيرجن بالريموديلنج بس مش بالاستيوتومي. اتفضل اتفضل. طيب حضرتك محمد، حضرتك برضو بتقول ان الـ يعني حضرتك ما عملتش خالص اللي هو الاستيوتومي ولا اللي هو الدي روتيشنال استيوتومي. عندما شغلنا في اللي هو دي دي اتش دايما يعني ايه الديسيجن بيتاخد موستلي انتر اوبرتيف، يعني على حسب ما انا انتر اوبرتيف. طيب انا عيان بعمل له ريدكشن وعملت له اوفر ريدكشن بس ما بيرجعش غير في سيفير انتر روتيشن، يعني انا شايف ان هو يعني ايه ستيبل في سيفير انتر روتيشن.
اعمل ودي روتيشنال ولا برضو حضرتك مع راي حضرتك ان انا ما اعملوش؟ ده سؤال مهم جدا، لان ده برضو كان ده كان الكونفليكت بتاعي لغايه وقت قريب. يعني انا كنت لغايه وقت قريب الحقيقه عندي صراع في الحته دي. الحقيقه ان انا لما بعمل كابتورافي كويس وبعمل الريبير بتاعي كويس والانتي فيرجن بتاعي، اصل هو احنا عندنا انت يو كان انترا اوبراتيفلي ميجر الانتي فيرجن بتاع الفيمر. انا كنت بقيسه بري اوب وانترا اوب. بري اوب بنعمل سي تي سنجل كات لو انتي فيرجن انجل عشان اشوف الفيمرال كوندايلز ان كومباريزون تو ذا نيك شكلها ايه. انا عمري ما لقيت الفيمرال، عمري ما لقيت الفيمرال فيرجن اكتر من 60 درجه. وهو احنا الكتاب كان بيقول ان لو الفيمرال انتي فيرجن اكتر من 60 يو بيرفورم ادي روتيشن اوستيوتومي. فانا بديت في الفتره الاخيره اعمل بري اوب السنجل كات سي تي عشان يبين لي الانتي فيرجن بتاع الفيمر. لقيت ان الحقيقه ما هوش اكسسيف، وعمري ما لقيته اكتر من 60، وبالتالي مش جاستيفايد ان انا بعمل الدي روتيشن. هو كل القصه ايه؟ ان احنا لما بنحطه في انترنت، على فكره الكاستنج برده مهم قوي. حضرتك اثرت نقطه دكتور سيد عايز انبه ليها مهمه جدا. Never put a child in an internal rotation cast. Never. لأن دي بتعمل stretching للفيسل، ودي لوحدها سبب للـ AVN. فلو أنت شايف إن أنت intraoperatively مش هتعرف تحطه في neutral position والطفل هيطلع internal rotated limb، لا، اعمل استوتيم أرحم مليون مرة من إن أنت تعمل له السبايكة بتاعتك في internal rotation. لو أنت شايف إن هي ما بترجعش إلا في internal rotation massive، لا، perform a femoral استوتيم. بس أنا الحقيقة based على evidence based برضه محب أمشي، إحنا حنبليين حبة. فبيزد على السي تيز اللي عملتها لقيتها لا، ما بتنيفر اكسيد 60 درجه. اتنيفر اكسيد 60 درجه حتى في السن الكبير على فكره. يمكن 5 6 سنين ماشي خلاص، ما عنديش ريموديلنج، فخلاص هو الزاويه اللي هعملها هتطلع بيها، فجاستيفايد ان انا اعمل مع الشورتنج هلفها شويه. انما سن سنتين، سن 3 سنين، سن 4 سنين، لا الحقيقه ما بعملش انتر روتيشن، وما قعدتش حتى بعمل فاريزيشن خالص. اتفضل. طيب بالنسبه للكاست يا فندم، حضرتك البوست اوب بيتحط في الكاست لمده سنين معين، هل بحتاج ان انا مثلا ان انا بغير الكاست ده في المده ديت، ولا هو طول ما هو كويس انا مكمل معاه؟ شهر ونص الاولاني سبايك، شهر ونص الاولاني سبايك في نيوترال بوزيشن، ابدا من 45 ونيوترال روتيشن وفليكشن هيب وفليكشن اي. تمام، ده شهر ونص. بعد شهر ونص هاي اباف ني وترانسفيرس بار، وابتدي اسمح بالموفمنت بتاعت الهيب ان ابدكشن. يعني تبتدي بعد شهر ونص تشيل السبايكه ونحطه هاي اباف ني، ويبتدي بترانسفيرس بار، يبتدي المفصل يتحرك او يبتدي الموديل عشان ما يحصلش ستيفنس. الثلاث شهور في حاله واحده بس، السن قبل سنه لما بعمل كلوز ريدكشن او لما بعمل ميديال ابروتش اوبن ريدكشن، ده جاستيفايد ثلاث شهور على بعض مره واحده. وعاده بعمل الجبس وبلف عليه رباط فايبر عشان ما يبص من اليورين والستول، لان طبعا ثلاث شهور في الجبس مؤذي للطفل جدا، بيبقى فروج ليج او ايفن اللي هو البتري او وات ايفر البوزيشن على حسب الاستابيليتي. بعد سنه لا الحقيقه، بعد سن سنه شهر ونص بس، بعد شهر ونص ريموف ذا كاست، حط هاي اباف ني وترانسفيرس بار، وابتدي خلي الطفل يبتدي يقعد وينام ويتشال ويتحط ويتحرك وهكذا، عشان اسمح بان انا اقلل الستنس واقلل الريهابيليتيشن اللي محتاجينه بعد العمليه. اتفضل. شكرا يا فندم. دكتور عماد. مع حضرتك دكتور سيد. في اسئله عندك؟ في سؤال ريجاردنج صوتي واضح كده يا دكتور سيد؟ واضح. اتفضل دكتور عماد. سؤال ريجاردنج البابليك هارنس. حضرتك كلمت دكتور محمد، لو البابليك هارنس حصل لها فيلير، طب لو حصل بقى دلوقتي مع الفولو اب حصل سكسس، يعني ازاي بقى هكمل بروتوكول بالبابليك هارنس؟ 6 اسابيع ثم سونار ثم 6 اسابيع بس. 6 اسابيع ثم سونار ثم 6 اسابيع توتال تايم ليها 3 مانس بالظبط. خلي بالك بس في نقطه مهمه قوي، الحالات دي بنتابعها السكيلتال ماتوريتي. ليه؟ احنا لسه قايلين ان البعبع بتاعنا بقى الريزيديوال اسابلو ديسبلايزي، وان ال 75 الى 85% من بعض الحالات البيبرز بتقول ان لغايه 85% من حالات الكلوزد ريدكشن بتحتاج بلفيك اوستيوتوميز ليتر اون. فانت هتعمل اتشيفد خلاص ريدكشن زي الفل، وثلاث شهور الماكسيمم، شهر ونص في شهر ونص، ولازم يكون اتعمل سونار مرتين او ثلاثه في النص، يعني بعد 6 اسابيع خلاص ريديوسد، خلاص كمل لغايه كملنا الثلاث شهور في البابليك، خلصنا وقف التكنيك خلصت. ننبه الاهل ان احنا بنتابع الطفل ده لغايه سكيت الماتيوريتي، لان انت تقول له ريديوس وروح، فريديوس وروح معناه انا بقيت سليم. طب لو جالك بعد سنه سبلاكس او ديستوكيتد، لو جالك بعد 10 سنين في ريزيدوال ديسبليزيا، انت ما قلتليش يا دكتور. فلازم ننبهه ان الفولو اب بتاعه لازم يبقى لغايه السكيت الماتيوريتي، لان الحقيقه الريت بتاع الريزيدوال ديسبليزيا لانها انورمس في الحالات بتاعه الكلوز ريدكشن بتاعه البابليك هارنس، انما طبعا سكسسفول 3 شهور الماكسيمم برضه. فضل. والالترا ساوند، اول الترا ساوند بعد اسبوعين او 3 اسابيع. بالظبط كده، بالظبط كده. تمام. طب بالنسبه للكلينيكال اكزامينشن، في حد بيسال
يعني في فرق ان احنا نفحص العين طبعا في الانفانسي، نبدا بالبارلوس تيست ولا الاورتولاني تيست ولا اي حد اي حاجه فيهم، ما فيش فرق يعني. البارلوس تيست الاول طبعا، وبعدين الاورتولاني. انت بتفترض ان الهيب في مكانه وديسلوكيتابل، يعني بيتحرك. البارلوس تيست يعني بيتحرك، يعني هيطلع ولا لا. ممكن يكون الغالب هو برضو الكومنس كومن، هو ايه الغالب؟ الغالب الديسلوكيشن ولا الغالب الديسبليزيا والسبلكسيشن؟ الحقيقه في الاطفال الغالب الانستابيليتي، اللي هو السبلكسيشن. هو ريديوزد وهي سبلكس او هي ديسلوكيت. بالظبط بالظبط، ان هو يكون في لاكستي وان ده هيطلع بره، فيبقى واحد بارنو اثنين اورتولاني، واحد بارنو اثنين اورتولاني بالترتيب. تمام. يعني اخر سؤال موجود عندي دلوقتي، حضرتك طبعا ذكرت ان مفيش سكريننج هنا في مصر او كده، بس بالنسبه للدول بقى اللي بتعمل سكريننج، هل هو بيتعمل لكل البيشنت او لكل التشايلد ولا السسبكتد كيس بس؟ الحقيقه في المانيا لكل البورن تشيلدرن، كل اللي بيتولدوا في المستشفيات. وطبعا ما عندهمش ولاده في البيوت، كل الاطفال بيتعمل لهم يونيفرسال سكريننج، مينز كل الاطفال. بدأوا عشان الكوست في بعض الدول، مش في ألمانيا، في بعض الدول أوروبا الشرقية وفرنسا ستراسبورغ وبتاع، بدأوا يعملوا السسبكت اللي هي الهاتريس كيسز، اللي انت بتعمله مثلا ايه، الاب او الام او الاخت كان عندهم، فاحنا قلقانين بنوته اوليجا هيدرونوس، كان في مشاكل في كلاب فود، في تورتيكولوس بتاع ده، دخله في بعض الدول. انما المانيا لا، يونيفرسال سكريننج كل الاطفال. امريكا ستيل لغايه النهارده يونيفرسال سكريننج كل الاطفال، كل نيو بورن. اتفضل. احنا اثقلنا على حضرتك جدا يا دكتور أبداً محمد، أبداً. هو في اسئله جات لي تاني، لو تحب حضرتك ناخد سؤالين كمان. اتفضل اتفضل براحتك. اتفضل. في سؤال، ديو بريفير بروكسيمال اور ديستال فيمورال اند روتيشن اوستيوتومي؟ مش فاهم السؤال. بروكسيمال اور ديستال فيمورال دي روتيشن اوستيوتومي؟ هو دخل في نص المحاضره فقال فما يعرفش اللي بعد فهو طبعا هي طبعا البروكسيمال لو حكى ما بيعملش اصلا روتيشن اساسا، ما بنعملش بروتيشن غير بروتيشن. ولو هنعمل بروكسيمال طبعا، لو هنعمل بروكسيمال طبعا بعض الاساتذه يعني بعض اللي هم السينيورز برضو في عندنا، اللي هو قال ان ما فيش فرق ان انا اعمل سابتر كانتريك او ان انا اعمل اللي هو الميد شافت دي روتيشن بالصوت. هو بس سؤال. اه ما هو صحيح، ما هو لا، هو انا فاهم سؤال حضرتك. هو الكلام ان احنا الحقيقه لا، هو ثيوريتيكالي المفروض انه ما يفرقش. لا الحقيقه بيفرق. الانتي فيرجن بتاع البروكسيمال فيمر بيفرق. المسل البلف فيمورال ماسلز الاكسس بتاعها حوالين الفيمر بيفرق، فلا بيفرق لان يسوى بتفرق، فلا بيفرق. بروكسيمال غير ديستال خالص، اتليست لان يسوى، لان دي فوقيه. تمام. ميكانكس يعني ميكانيكالي طبعا بروكسيمال فيمر. يعني هو سؤال تاني بس حاسس ان هو مش ريليفنت، يعني هو في يعني any alternatives for Bavlik harness in case of non-compliant patient parent spica cast reduction closed reduction closed reduction do you recommend the spica in less than 6 months لا ما فيش spica لو انت مش non-compliant، لو failed Bavlik طبعا، لو هتعمل closed reduction with spica طبعا in less than 6 months طب لا ده 1 year. انت ممكن تعمل كلوز ريدكشن لغايه سن سنه، انت ممكن تعمل كلوز ريدكشن ودكتور تنوتومي لغايه سن سنه، ما عندكش مشكله. وايفن ويز اور ويزاوت دكتور تنوتومي، انت ممكن تعمل كلوز ريدكشن ويزاوت دكتور تنوتومي، ممكن تعمل كلوز ريدكشن ويز دكتور تنوتومي اند سبايكا كاست في الاثنين. حتى لو في طفل يا فندم مثلا شهرين 3 شهور او كده، هو ده طبعا لو فين. طبعا لو فين. انت جالك الطفل عنده سن اسبوع وعملت له بابليك هارت لمده 3 اسابيع وفيلد، بقى عنده قد ايه؟ صح كده؟ شهر صار اسبوع، هحط سبايك طبعا، كلوز ريدكشن وسبايك طبعا. طبعا. واخر سؤال بس يا فندم، يعني انا بستفسر عنه، انا ما بشتغلش بيدياتريك، بس هو انا مش فاهم الحته بتاعت الاوبن ريدكشن بتاع الدي دي اتش. حضرتك ذكرت طبعا ان في الباثولوجي بيبقى فيه بالنسبه للكبسول بيبقى فيه جزء ريدندنت وجزء فيه كونستريكتد، هل احنا في الهاندلنج بتاع السوفت تيشو احنا ممكن نعمل اكسيجن للجزء اللي هو الكونستريكتد دوت ولا مش اكسيجن، جاست انسيجن ترانسفيرس انسيجن وبعد كده في الاخر بعمل كبسولوره في بالطريقه اللي حضرتك ذكرتها؟ بص يا سيدي، هو القصه ببساطه ان انت هو ليه ريدندنت؟ هو ريدندنت عشان الهيد بتاخده وتطلع فوق، كويس؟ يعني الهيد سوبر لاترال. بالظبط كده، بتاخده سوبر لاترال، فالحته اللي فوق دي بقت زياده طويله، الحته اللي تحت بتلزق في اللور بوردر بتاع النيك وفي الاستابلم وفي الترانسفيرس استابلر ليجمنت، كويس؟ في بعض الحالات ويز كوشن، مش اي حد بيعملها، بنفتح الكبسول الانفيريور،
زي ما بنقطع الترانزفيرس استابلر ليجمنت بفتح الكابسوله دي فيري فيري كوشس، لان طبعا البيسلز معديه هنا لازم اللي بيعملها مش اي حد يعني. تمام في كبسوله بفتحها احيانا بالظبط. طبعا اللي فوق انت بتخيطها بس انا اتفقنا في الكبسوله في بتاعنا العادي، انما اللي تحت دي احيانا بنقطعها طبعا اتفقت الحقيقه بنطولها بحركه انسايز ولا بت بت انسايز 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 طبعا مفيش اكسجن مش هتعرف تشيلها، انت مش هتدخل هتبتدي مرعبه. والترانسفيرس استابلر ليجمنت برضه انسيجن برضه لازم طبعا لازم، ده بده روتين ده في كل الحالات، الترانسفيرس ليجمنت ده في كل الحالات ده في كل الحالات. تمام تمام. ومعلش الدي شيب انسيجن بتاع اللي هو الترديشن اللي كان بيتعمل قبل كده، دي شيب انسيجن بتاع اللي هو الكبسول مش ده ممكن. تمام. المشكله اللي احنا بنعملها دلوقتي اللي هو بتاعت اللي هو الكونستريكشن ده، يعني انا بعمل له ريفنج بعد كده بعمل لهم ايه يعني انا عملت تي شيب فانا فتحت معظم الكبسول. لا هو مش هو، بص دكتور سيد دي نقطه مهمه قوي بقى. هو التي شيب انسيجن ده كان عامل لي مشاكل في حاجات كتير. اولا لو حضرتك اشتغلت برضو دي اتش كتير بعد ما بتخيط بتلاقي الهيد اكسبوز في حتت كتير، يعني يا انفيريور يا ميديال في حالات يعني حالات كتير قوي بعد ما بخيط التي ده بلاقي الهيد اكسبوز يا تحت يا فوق يا اما في الحته الجابد اللي في النص. ادي اول مشكله. المشكله الثانيه الهاي رايدنج ديستوكيشنز الهيد بتبقى فوق قوي، فعشان اجيبها من فوق قوي واعمل التي على الليفل بتاع النك بلاقي ان التي بتاعتي عاليه قوي فما بعرفش اجيب الحته اللي فوق، فبرضه الغرز بتبقى باينه قدامي وعلى الهيد معديه على الهيد من قدام. دي تاني مشكله. تالت مشكله الانفير كابسول اللي احنا لسه قايلين عليها مع دكتور عماد، الحقيقه انا ما بلمسهاش او ما بشوفهاش، لما بفتح لونجيتودينال بعرف اوصل لها تحت وبعرف اقصها وانا مش قلقان لان انا عندي بقيه الكبسول كلها عارف اخيطها، انما لو قطعت تحت وانا عامل تي فوق بقى عندي اربع اجزاء، فالحقيقه هيبقى عندي الكبسول ما عنديش سبيس ان انا اخيط او مش عارف اعمل ريبير زي ما انا عايز. فالحقيقه اللي حضرتك بتقوله ده من الحاجات اللي خلتني ما عملتش التي او بطلت او عملت الكابسولرافي بتاعي او الموديفيكيشن، وبرده الحمد لله احنا نشرناه عشان يبقى برده الكلام مفيد، ومعظم زمايلنا في القصر العيني والحمد لله عندنا في طنطا بقى بيستخدموه خلاص بقى يعني بقى سوليد ان احنا بنستخدمه، وثبت ان هو بفضل الله بيدي ستابيليتي اعلى من التي شيب من رحمه ربنا يعني. تمام تمام. انا ما عنديش اسئله ثانيه يا دكتور سيد. وان شاء الله يا دكتور محمد برده احنا هنستعمله معانا في بنها ان شاء الله بامر الله بامر الله. نتشرف يا فندم نتشرف. ده احنا بنشكر حضرتك جدا على السهره الممتعه. الله يبارك فيك شيقه يعني انترناشونال بصراحه. الله يكرمك الله يكرمك دكتور سيد. محمد الاستاذ الدكتور عمرو عزام مره ثانيه. طبعا المحاضره بتاعتي اللي هي بتاعت ستيدي كابيتال فيمر ريفيزز بتاع هي الدكتور محمود مهران كان شرحها امبارح، فاحنا طبعا بعد الوجبه الدسمه الاساتذه الكبار الدكتور عمرو عزام الدكتور محمد حسني نشكر جميعا واسقمنا عليكم وسهرناكم. اتمنى كنا ضيوف خفاف، بس نتمنى كنا ضيوف خفاف احنا اللي سهرناكم. ربنا يبارك فيكم وربنا يجازيكم عنا وعن كل حد خير ان شاء الله. كده يا دكتور عماد يبقى ان شاء الله الكورس بتاع البيدياتري كده انتهى النهارده ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله بامر الله من بدايه الاسبوع الجاي بامر الله هنبدا الكورس بتاع على خير. وفي مفاجات جميله جدا 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 لن نعلن عنها ان شاء الله. دكتور محمد كورس الاسبوعين يا فندم بدون مقاطع حضرتك هيبقى يوم الاربعاء باذن الله. يوم الاربعاء من 10 مساء ان شاء الله بامر الله باذن الله ان شاء الله. نشكر اساتذتنا الله على خير جميعا اللي شكرا. شكرا يا فندم صباح الخير. شكرا لكم جميعا صباح على خير. نشوفكم في دايما صباح على خير يا فندم. صباح على خير. مع السلامه مع السلامه مع السلامه.